أهلا بكم أعزائي المشاهدين من جديد في هذا الاستديو التحليلي. معي الآن الخبير الانتخابي والسياسي رئيس أنظمة صلاح الجاسم لاستطلاعات الرأي الأستاذ صلاح الجاسم. أهلا وسهلا فيك. يا أهلا فيك. حياك الله أستاذ صلاح. أستاذ صلاح، احنا اليوم نتكلم معك، نبي نعرف آخر استطلاع رأي سويته، أو كم عدد استطلاعات الرأي اللي سويتها في هذه الانتخابات التكميلية. والله سويت واحد، يعني الانتخابات التكميلية دائما ما يعني ما نشتغل وايد، وخصوصا هذه انتخابات محسومة لسبب ان المرشحين انا على اتصال معاهم، واكثر من واحد كلمني قال لي ان انا بنسحب حق فلان اللي هو الدكتور عبيد. اعلنوا في مواقعهم كلهم. اي، فلما تحصل شيء من هالنوع ما تتشجع تسوي استطلاع، على اعتبار ان المساله خالصه. ولكن مع هذا اخذت استطلاع بعينه مضاعفه حتى اعرف بالضبط من هو الشخص اللي ينافس عبيد اذا كان في منافس. نعم. طبعا اشتغلناها على مدى يومين، والعينه تجاوزت ال 450. انا اقدر اتكلم الحين لان اغلقت الصناديق. نعم صحيح، واغلقت الابواب. وانا فضلت دائما بعد الساعه 8 يكون ماكو تاثير. احنا كنا حريصين على هذا الموضوع، انه بعد اغلاق الصناديق ممكن تتكلم. صحيح، اللي هي فتره الصمت الانتخابي اللي يتكلمون عنه. نعم. فبعد ما بحثناها يعني ما في ثاني في الدائره، في اول ولكن اللي هو الدكتور عبيد، والثاني بعيد عنه راح يكون غالبا الدوسري، حماد الدوسري. الدوسري. نعم. انا عندي تفاصيل اذا تحب. اي والله نبي نستعرضها. إيه. معك يعني قائمه القبائل او مكونات الدائره الخامسه. نعم. عندنا العوازم، اتصلنا على ما يقارب 90 صوت. العوازم من 90 صوت 77 للدكتور عبيد الوسمي. عاد هني في يعني هذا في استطلاع الرأي، انت عند اتصلت في 90 صوت او ناخب عازمي. اي، 77 منهم اعطوا اصواتهم للدكتور عبيد الوسمي. الدكتور عبيد الوسمي هذه نسبه كبيره من قبيله كبيره. اي يعني، ولكن في مقاطعه من العوازم. في مقاطعه اكيد، بناء على توجيهات من جامع. نعم. هل في التزام بالمقاطعة ولا ما في؟ هذه ما أدري عنها. نعم. لأن إحنا ندق على الناس ببيوتهم، يعني الاتصال يوصله في البيت، ما أدري عنه، راح صوت ما صوت ما أدري عنه. صحيح. فلما يصير عندك 90 صوت، 77% منهم للدكتور عبيد من العوازم، والعوازم يشكلون الثقل الأكبر، الربع الدائرة، أقل من الربع بشوية. نسبتهم العوازم 23% من الدائرة. احنا نتكلم عن كشوف 2020، لأن 2021 بر مو هي المعتمدة في هذه الانتخابات، ما دخلت في الانتخابات هذه. ما دخلت. ايه، واللي نقل في 2021 لا، يظل على قيده القديم ويصوت على قيده القديم، لانه ما تحصن حتى الان. اي ما تحصن. فيظل على كشوف اللي هي الكشوف 2020 السابقه. نعم. المكون الثاني اللي هم الحضر، اتصلنا على 70 واحد. 50 دكتور عبيد الوسمي. من اصل 70 ولا 50%؟ لا مو بالمية. من اصل 70 اتصال. الاتصال على 70. 50 اعطوا عبيد. 50 الدكتور عبيد الوسمي، والباقي ما في تركيز، يعني واحد هني واحد هني، ما في تركيز مشتت. العجمان وهم المكون الرئيسي الثاني، او خلنا نقول الكتلة الثانية. الكتلة الثانية اتصلنا على هم 70 صوت. من 70 صوت 54
معطين الدكتور عبيد رقم كبير. فما في مجال يعني مهما مشيت مع الشيعة الحساوية الشيعة والحساوية كم؟ الشيعة الغير حساوية الدكتور عبيد. اتصلنا على 23 صوت 19 دكتور عبيد. الخوالد اتصلنا على عدد قليل ولكن كل الرقم اللي اتصلنا عليه كله دكتور عبيد. الكنادرة اتصلنا على عدد قليل لكن معظمهم دكتور عبيد. المطران كلهم الدكتور. كم عدد المطران اتصلتوا عليهم؟ اللي اتصلنا عليهم المطران 26 صوت وكلهم عطوا عبيد. كلهم عطوا الدكتور عبيد. شمر اتصلنا على 12 وال12 كلهم لعبيد الدكتور عبيد. العنوز اتصلتوا عليهم؟ عنزة صوت واحد اتصلنا على 14 صوت، صوت واحد برا والباقي الدكتور عبيد. الهواجر كلهم عبيد دكتور عبيد فيما عدا صوت واحد من 23 صوت. الحروب اللي اتصلنا عليهم قليل ولكن كلهم الدكتور عبيد. عتيبة في اللي اتصلنا عليهم 16 صوت لهم مرشح لنا. لهم مرشح من 16 صوت في ثلاثة عبد الله العتيبي وواحد نهار العتيبي. نهار العتيبي والباقي كله دكتور عبيد. مرة في منهم قليل بيعطون الدوسري أما الباقي كله على الدكتور عبيد. الدواسر عندهم التزام مع الأخ حماد الدوسري. كان في التزام؟ من أصل 12 صوت 8 أصوات راحوا لحماد الدوسري ويبين أن حماد الدوسري هو الثاني طبعا بفارق ضخم. الرشايدة الفضول السهول سبيع يعني توجههم ناحية الدكتور عبيد وإن كان مو كلهم يعني في نسبة قليلة. وبالتالي النتيجة محسومة يعني للدكتور عبيد الوسمي وبالترتيب الثاني اللي هو حماد الدوسري. حماد الدوسري وبفارق كبير يعني لما تقول 300 دكتور عبيد و20 حماد فشوف الفارق بينهم. هذه تفاصيل الاستطلاع اللي تم. حلو. وانا حرصت ان اتكلم بعد الساعة 8 حتى ما طبعا أثر ما على تأثر احد. ايه ممتاز. زين احنا اذا بنتكلم عن المشاركة حسب اللي قاعد يوصلنا الحين يعني وصلنا خبر ان العدد تجاوز 30% وقد يصل الى بين 33 34 الى 38 لحد الان. هذه ارقام غير رسمية. فتوقعاتك من 38% او من 35% عبيد الوسمي كم ممكن ياخذ بناء على هذه القراءة اللي عندك؟ احنا نتكلم الحين عن من 47 45 الف ناخب إلى 40,000 ناخب يعني يوصل 40 يوصل 40,000 يوصل 40 يعني عبيد الوسمي يحصل على 40,000 تقريبا. 40,000 أنا قلت في السابق الرقم اللي بيحصل عليه ما صار ولا رح يصير هذا اللي توقعك له. أي الدائرة فيها 170 160 166 ألف وشيء. أي ولما تاخذ يعني قول بيت النازل 30% فعندك 30,000 هنا و15 45,000 بعد بتقول ما المشاركه ما بين ال 45,000 ناخب الى 55,000 ناخب. انا اتوقع ان عبيد يعني في البدايه كنت اقول ما بين ال 20 وال 40 لا الحين اقول ما بين ال 30 وال 50
شيء بالنص بين 30,000 و50,000 صوت. يعني ممكن يوصل 40, 35, 42, 43 بالرينج هذا رح. إيه يعني ممكن 30, 32,000 لازم نعرف الرقم اللي شاركوا اللي شارك اللي الأرقام أعتقد يعني لحد الحين ما في أخبار مؤكدة ولكن الرقم قاعد يوصل للثلاث 30, 34 حتى الحين يعني وسائل إعلام طبعًا. هي مناطق يعني أكو بعض المناطق أو بعض المدارس ما تحصل 30%، أكو بعض المدارس لا فيها حضور. إيه ما يعني مكان ومكان، فأنت في النهاية تجمع العدد النهائي تجمعه وتقسمه على إجمالي الدائرة وهني تقدر تحصل يعني الرقم. فمن غير يعني راح تكون أرقام مستعجلة الحين يعني نقول 30 أو يعني على دائما التكميلية أقول إن ما توصل 40 ما توصل 40 صعب ما توصل 40% ما توصل لا صعب صعب. توقعاتك بالنسبة لمشاركة العوازم وفق مقاطعة إعلان شيخ القبيلة بن جامع المقاطعة، هل تتوقع أنهم يشاركون؟ أتوقع أن إعلان بن جامع مؤثر ولكن المقاطعة هذه اللي تكون حازمة واللي يشاركون 200-300 لا مو كذي، أتوقع مو أقل من 10,000-5,000 إلى 10,000 عازم يشاركوا. توقعاتك؟ أتوقع رقم كبير مو شوية يعني هم داهم الضايق والناس زعلانة عرفت يعني المقاطعة بيوصل الرسالة يعني إيه الناس زعلانة واللي يفهم الحكوة هذه يعرف معناها ومعنى عمقها، لكن أكو ناس ما همهم المسألة هذه يزعلون ما يزعلون، لكن يفترض في إدارة السلطة التنفيذية أنها تنتبه تكون أكثر حنكم في التعامل مع المسائل هذه. أن في رسالة وصلت أو رسالة اندجت في الانتخابات اللي طافت، الحين أنت طلعتوا وداهم هذا برد لكم دكتور عبيد. دكتور عبيد الوسمي. والرسالة راح تي ما راح يرد الدكتور ب7,000 صوت. بيطلع رقم ما حصل ولا أساسا يعني بيطلع رقم ورقم كبير. ورقم كبير وبيدش المجلس وبتتكرر المسألة بالدائرة الثالثة. الدائرة الثالثة توقعاتك لها يعني هل راح السيناريو اللي صار في الدائرة الخامسة ممكن يتكرر في الدائرة الثالثة أن يتم التركيز على شخص واحد رمز حسب معلوماتكم؟ أتوقع الثالثة أكثر من الخامسة. المشكلة وين؟ المشكلة الوضع اللي مرينا فيه اللي هو الانتشار الوباء كذي أثر على وايد ناس حياتهم. فإذا كان الشخص مؤجر مثلا انترك هو مع مصيره مع صاحب العمارة يسامحه ولا ما يسامحه، طيب أنا ما عندي بيزات أعطيك مع أجار فانترك لحال سبيله ماك ويعني فما فزعت الدولة يعني أنا عيزت بتويتر أقول القضايا هذه أو. إيه يعني في إنجلترا في ما أدري من وين أكثر من دولة شنو سووا؟ قالوا ممنوع تخلي الطالبة، ما يخالف طالبة بفلوس بس ما تخلي يظل في بيته قاعد. قال باك ليه يخلي والريال يطفي عليك الكهرباء في شهر 7 في الحر وما حل القضية هذه ما تدخلوا اتركوها. هذه واحدة من الأشياء. طيب أنت الناس هذه اللي كانت تأيدك واللي تقول إحنا مع الحكومة واللي هذا خسرتها. النقطة الثانية مجموعة الناس هذه اللي عندها مشاريع صغيرة والدافعة ما وراها والدعم هذا لا كلها نفس القصة مروا فيها نفس التجربة راحت بيزاتهم وتسكرت راح قاموا يشكون حتى أصحاب الصالونات اللي فاتحين راح يشكون. تخيل أنت راعي صالون يروح حق رئيس وزراء ولا حق رئيس مجلس الأمة يقول له بنفتح يعني لهالدرجة المسألة يعني أنت ما تحتاج أساسا الواحد يشكي
أنت لازم تراعي الوضع القائم. فاللي حصل أن كورونا عبارة عن آلة توليد للمعارضين. يعني الناس زعلانة. أنت تشوف أن أزمة كورونا ولدت شخصيات معارضة. هذه وحدة. شوف الغل والغضب اللي كان موجود على إدارة الوضع من أساس من قبل. هذه ثانية. نعم. فأنت هذا تجمع مع هذا مع هذا، لما تيجي أنت تسوي انتخابات بالثالثة، لما يطلع لما يلتزم بكلمته، شو اسمه ولد الفضالة، نسيت اسمه، إذا التزم بكلمته وقال أنا طالع، قال أظن أنا خلاص لا رجعة عنهم، أدري إيش قال كلمة كذي. نعم. إذا التزم بكلمته صح وطلع، شوف منو بدش. صح. وبترد نفس القصة نفسها مرة ثانية. ايه؟ زين أبو عبد الوهاب، بس نبي نروح لمراسلنا في الدائرة الخامسة من لجان الفرز، نبي نشوف الأخ زميلنا عيد الفضلي. نشوف زميلنا عيد الفضلي يا شباب. عيد تسمعني؟ عيد مساك الله بالخير. هلا عيد، اسمعك احييك وحيي مساك الله بالنور وحيي استاذنا الكبير صلاح الجاسم. حياك الله يا هلا فيك. نعم، حاليا بدا الفرز في اللجنه الاصليه، بدا الفرز باللجنه الاصليه، وانا اقول لك اللي اشوفه على الواقع وهو قريب من اللي يقوله الاستاذ صلاح الجاسم. النسبة بتكون 30%، القضاة بدأوا بفرز الأوراق حاليا، يعني قاعد يرتبون أوراقهم، فراح نوافيكم فيما بعد نسبة الحضور التي يتوقع، يعني وحسب الأرقام اللي عندنا أنها 30%، ممكن تزيد في بعض المناطق وممكن تنقص. عيد، بعض وسائل الإعلام قاعدة تنقل أن النسبة وصلت إلى 37-35-38%، مدى صحة هذه الأرقام؟ الرقم الدقيق 30 31 32، ينزل إلى 28. هذا الرقم عيد، أصبح المقاطعة، هذا رقم دقيق، رقم دقيق من عند اللجنة الرئيسية عن كل اللجان ولا عندك بس؟ نعم، رقم دقيق في المدرسة اللي أنا متواجد فيها. فعندما يكون عدد المصوتين مثلا 420 من 1247 في إحدى اللجان، إحنا في رتم 30-32%. الأرقام اللي تشوفها بالسوشيال ميديا غير دقيقة، أنا أتكلم من خلال أرقام قضاء، وهذا تقريبا لغاية الساعة كان 8:15. ممتاز. ربع ساعة الأخيرة وما بعد الساعة 8 هذه الأرقام اللي زادت، راح نشوفها مع القضاء بعد قليل إذا اسمحوا لنا طبعا. نعم. كم وصل يعني العدد الفرز الحين، واصلين ليه كم بالضبط؟ يعني قطعوا مشوار فيها 500، 1000 ورقة، 2000 أقل حاليا، يعني بدأ الفرز؟ لا حاليا كل اللي بدأ الفرز، يعني ترتيب الأوراق وكذا وتنظيمها ودخول المندوبين، بداية الفرز الآن ستكون بعد قليل. زين، نقدر ناخذ احد من المسؤولين؟ نعم. زميلي عيد موجود معك او حتى الان؟ لا، هم حاليا في طور ترتيب الاوراق ليبدا الفرز، فهم مشغولين، ممكن بعد قليل. اذا بدت احنا وياكم سهرانين تو الناس. اذا بدت عمليات الفرز مع زميلنا عيد، ونشكرك زميلنا على تغطيتك المتواصله، راح نرجع لك بإذن الله بعد شوي. شكرا لك. يعني الحين أستاذ أبو عبد الوهاب، مثل ما سمعت أن الرقم بين 28% إلى 32%. إيه، بس 32% إذا كانت المدرسة ضخمة، فالثمانية وعشرين ممكن تنير لـ30 تروح. إيه، يعني إذا كانت 28% مدرسة فيها 2000 نفر، واثنين وثلاثين بالمية مثلاً مدرسة فيها 9000 نفر، فهذه تأثر على ذي، ترفع النسبة. ترفع النسبة. إيه، وبالتالي لازم تحصل الرقم الإجمالي حتى تقدر توصل حق الرقم الصح.
نعم. احنا برجع معاك للدائرة الثالثة مرة ثانية، السيناريو احتمال يتكرر فيها ان يتم التركيز على شخص واحد وقد يكون من نفس الدائرة، يعني بغض النظر، يعني في تنازلات بالدائرة الخامسة حصلت، وهذه التنازلات كانت مو لان انا مالي امل، لا، كان تنازل حق فلان لان فلان اذا وصل المجلس بيواجههم اكثر، فكان تنازل بمحض الإرادة، وأنا على اتصال مع اللي تنازلوا أكثر من شخص وقال لي إياها إن أنا فلان إذا بينزل بتنازل، وبعدين دق عليهم قال أنا تنازلت حق فلان، فكان في تنازل. هذه تضحية وايد ضخمة، يعني واحد عنده عائلة عنده قبيلة 40,000 ويتنازل، صعبة، يعني احتمال فوزه وايد قوي لكنه تنازل، يعني كل ضحى بالكرسي لإيصال رسالة. تخيل انت الوضع، يعني تخيل، ما ادري اذا كان لدى السلطة التنفيذية القدرة على قراءة هذا المشهد، يعني ما ادري، يعني هل عندهم القدرة يفهمون اللي قاعد يصير ولا لا، لكن هذا تنازل ضخ. الحين في الدائرة الثالثة ما اظن يكون في فلان تنازل علشان فلان، ما أظن يصير كذي. ليش؟ ولا وضعهم يختلف، وضعهم يختلف. يعني راح تكون في منافسة؟ ما راح تكون في منافسة، راح يكون في تركيز على شخص، الشخصية هذه الكل يعني لا مثل ما تقول تؤمن بأنه هو، يعني مثلا لو ينزل فيصل يحيى، أيوة، ما في مجال غيره ينافسه. أكو بعض الشخصيات اللي بالتوقيت هذا لو نزلت ما في مجال للمنافسة معهم، لكن في ناس ثانية أنا أعرفهم وايد وعلاقتي فيهم طيبة واتصال بيني وبينهم ومنتظرين يبون ينزلون، وممكن كل واحد يبلى 2,000-3,000 صوت، لكن فيصل يبقى هو الرئيسي إذا نزل، اللي عنده إجماع. إيه إذا نزل. طبعا التنازلات ما راح تكون بحجم التنازلات اللي تمت بالدائرة الخامسة، راح تكون أقل أتوقع كذي يعني، لكن السيناريو نفسه راح يكون تركيز على شخص واحد، الأصوات اللي بيبها غير مسبوقة، ويتم توجيه رسالة أخرى للسلطة التنفيذية بأن إحنا زعلانين، عاد شلون يفهمونها، شلون يغيرون، شلون يتعاملون معها موضوع ثاني. أبو عبد الوهاب، يعني الكل يتكلم أن اليوم بعد ظهور نتائج الانتخابات راح توصل مثل ما تفضلت الرسالة، وأن سواء المعارضة أو سواء النواب في مجلس الأمة أو الحكومة راح يعيدون قراءة المشهد مرة أخرى. هل تتوقع أن فعلا راح يتم قراءة المشهد وإعادة ضبط العلاقة بين السلطتين؟ لو ترك الأمر لمرزوق ما أظن، لأن مرزوق في طبيعته احنا نتكلم عن النواب بشكل عام، يعني هي إدارة المشهد، إدارة المشهد منو بيده، منو الشخص المؤثر. فأنا باعتقادي أن حاليا الشخص المؤثر هو مرزوق. نعم. لكن لو ابتدوا تدت جهة أخرى تنظر المشهد بطريقة مختلفة، ما في داعي الاكتساح هذا، لأن خذنا الرئاسة، خذنا نائب الرئيس، خذنا اللجان، استجوابكم أجلنا سنتين، فاكتساح كامل اللي قاعد يحصل أدى إلى حالة التشنج اللي احنا موجودين فيها. طيب نعطيهم انتصار. مرزوق مو في شخصيته انه يقبل بهزيمه، ما فيها هزيمه هذه، هو ينظر لها سياسية. انا حسب فهمي لشخصيته، فهو ريال عنده حرفه، يعني صديق عزيز، وانا دائما اجتمع معاه، صديق عزيز، ولكن مو ما يقبل في المساله هذه. اذا يقدر يعطي مجال، لكن لو ترك الامر لمرزوق او لفئة معينة ما رح يكون في أي مجال للتعامل مع المشهد
بتأثر بالنتيجة أو شيء مو ما راح احنا قاعد توصلنا بعض النتائج. اقطع كلامك عبيد الوسمي الحين يعني متقدم تقريبا ب2000 صوت، اللي وراه يعني قهف كبير جدا. منو اللي وراه؟ اللي وراه حماد. حماد يعني 150 الحين او 170 تقريبا. اي وهذا اللي راح يصير. راح تستمر المساله يعني انت 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 رايك ان 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 راح يكون في فرق كبير بين الاول والثاني؟ ماكو ثاني. اذا كان اذا تقول اكو ليش ثاني، ليش تقول ماكو ثاني؟ هو بالترتيب موجود، بس بالترتيب ياخذ له صوتين. تقول عنه ثاني؟ لا ما نقول عنه ثاني طبعا. اي فانت لما تقول اول وتقول ثاني، واحد أخذ له 10,000 صوت، الثاني أخذ له 8,000 صوت، تقدر تقول ثاني. لكن لما واحد يأخذ له 40,000 والثاني يأخذ له 2,000-3,000، ماكو فرق، ماكو ثاني، هو واحد بس. إيه هو بس الأول وبس خلاص كذي. فأنا أقول إن اللي بيصير الحين إنه ما أكو ثاني. الأقرب واحد منه هو الدوسري، لكن ما رح يجيب رقم حتى يعني يجرب منه أو الوضع خلاص محسومة الدائرة محسومة. إيه؟ يعني الحين هم في يعني الأخبار الأرقام الباجية 7-3-2 يعني اللي تحت نتكلم عنهم. إيه؟ أرقامهم ضعيفة جدا يعني. صحيح. إيه يعني 8-3-4 ما في أرقام كبيرة يعني. ماكو شيء. ما في أرقام زين. يعني هل ممكن تصير التضحيات هذه في انتخابات عامة ولا صعب؟ أو الانتخابات العامة تبي 10 يفوزون. إيه. وشلون بترتبها؟ ترتب تتفق على كل دائرة. صعب. وايد صعبة وعندك أنت الفرعي يسوون فرعي، شلون؟ ما فيها يعني. تعتقد اليوم الكل يتكلم عن 10 دوائر إنها جاية في الطريق؟ وأن في عدد من النواب يبون 10 لأن 5 تعبتهم في مساحتها الكبيرة يعني، وفي في تعداد الناخبين، وأن 10 تقسيم كل دائرة إلى 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 دائرتين. كم صوت؟ صوت أو صوتين، صوت أو صوتين يعني، هو بالنهاية بيقسمونها 10. فتعتقد أن 10 راح تكون مقبولة، خصوصا إذا عرف أن مثل مرزوق الخليفة مقدم على 10 وأحد نواب المعارضة. عندنا مجموعة ثانية مقدمين، لو خالد عايد وهشام الصالح مقدمين على 10. فتعتقد إنه ممكن يصير توافق على 10 بين السلطة وبين بين الحكومة وبين المجلس؟ والله شوف يعني هم القصة لما حسوا إن هم أغلبية المعارضة فابتدت تقدم قوانين. يعني نسمع نقرأ بالجرائد إن اللي يبي مثلا على مرحلتين الانتخابات، واللي ما ادري شلون يعني ابتدى بالكويتي تفنتقون. مو كذي هي الوضع، انت بالفعل اغلبيه وهذا، لكن مهما كان لازم تظل في اطار المعقول. المساله هذه المعقوله لا تطلع برا وايد، يعني زيد صوت بدال بالخمس دوائر خل 10. فانا اشوف العشر دوائر ممكن 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 تقر. اي لكن القصة في صوت ولا صوتين، هني هذا الخلاف. شنو الأقرب؟ الصوت الواحد يخنق. يخنق الصوت الواحد. يخنق الصوت الواحد. بس انت لما تقول 10 دوائر صوت واحد، صوت واحد وخمسة، الناخب اختار 20% من الخمسة، يعني اختار صارت خياراته اعلى. الوضع الحالي تقصد؟ اي لا الوضع الحالي خيارات الناخب، انا كناخب اختار 10%، اختار واحد. واحد. في العشرة وصوت واحد راح اختار 20%. صح. خياراتي راح تصير اكبر. ايه. في الصوتين راح تصير خياراتي 40%. ايه هي هذا اللي اقصده. اكو شغلة. ابو عبد الوهاب نبي نشوف الارقام نتابعها. الدكتور عبيد محمد المطيري 2238. حماد الدوسري 42، عجمي فلاح المتلقم 40، عبد الله عمر العتيبي 10، طلال فهد دبوس 4. ارقام فرق يعني فرق كبير. وطبعا هذا نقل مباشر من قناة المجلس لهذه الارقام. اليوم يعني
احنا لو اجمع ارقام الاربعه اللي تحت 42 و40 و10 نتكلم عن 50 98 96 يعني ما راح ما جابوا حتى اقل من على هذه الدائره يعني اعطيتها يعني عينه مضاعفه وبالتالي يعني ارقامك صحيحه يعني نخلتها نخله سنعه وعرفت التفاصيل شنو بيصير يعني رقم عالي جدا تفسيرك الحين بدايه يعني بدايه الفرز ووصل عبيد هالرقم هذا على مهم عندي اشوف حماد وين يوصل حماد الثاني الحين هو الثاني ب 42 يعني انا اتوقع حماد يتعدى الألف توقعاتك انه يعدي الألف يعدي الألف لكن الباقي ما يوصلون ألف الباقي ما يوصلون ما يوصلوا الوحيد اللي راح تلف هو حماد اذا دكتور عبيد راح يستحوذ على الباقي كله ما في مجال نصيب الاسد من الارقام أيه. هذه الارقام قاعد تجينا بشكل مباشر من فرز الأصوات عبر قناة المجلس أعتقد الأرقام تتحدث كل شوي في قاعدة تتحدث يعني في كل أعتقد كل خمس دقائق حاليا قاعدة تتحدث أو كل ثلاث دقائق فالأرقام قاعدة هم بادين أعتقد صار لهم 10 دقائق وهذه أرقام عالية جدا وصلنا 3394 شوف الدوسري بدأ يفرق الدوسري وصل 73 عجمي المتلقم 60 عبد الله العتيبي 25 طلال الدبوس لا زال ثابت على 4 فرق شاسع وراح يظل كذي ما راح تشوف في تقارب او شيء بتظل المسألة كذي ارقامك ابو عبد الوهاب كانت 100% بالنسبه للاستطلاع يعني واضح ان كان في ارقام مقاربه جدا اي يعني قدرت اعرف تفاصيلها تفاصيل نعم. الدائره نعم ابو عبد الوهاب توقعاتك يعني هل الانتخابات هذه أنا أعتقد أنها ركزت مبدأ ورسالة مثل ما تفضلت واضحة لكن أيضا مبدأ التنازلات لما يجي شخص يعني مثل زميلنا العزيز سعود العصفور أو الدكتور عبد الهادي العجمي أو الدكتور محمد المهان اللي كان الرابع في التشاورية الماضية لقبيلة العجمان وأسماء ثقيلة يعني كان لها فرصة من قبائلهم أو 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 شعبيتهم أن ممكن يفوزون في الانتخابات هذه رسخت المبدأ جديد يعني في الانتخابات وأعتقد أول مرة تصير ما صارت يعني من الصعب أنت كل القبائل كل الفئات كلها اللي بالدائرة مو بس قبائل كلها الحضر والشيعة كلها أنت شوف اللحظة اللي تتخذ فيها قرار أنت عندك ما أقل من 20,000 صوت من جماعتك بيعطونك وتأخذ قرار بأنك من تنازل وتقول أنا بتنازل حق فلان اللحظة هذه شنو التفاكير اللي بينه وبين نفسه فأنت هذه النقطة وايد مهمة لازم ينتبهوا لها لا تمشي الأمور كذي لا ما أدري لمتى أبو عبد الوهاب خلينا نشوف الأرقام مرة ثانية مثل ما انت شايف الارقام عبيد 3557 الثاني 78 عبيد الوسمي على اليمين ابو عبد الوهاب رقم 1 3557 ايوه هنا 78 و78 حماد الدوسري لا الارقام بشكل شاسع ابو عبد الوهاب راح يظلون كذي ما في مجال ما فيها مجال احنا نشوف حماد وايد مهم اعرف وين يوصل انا متوقع له يوصل 2000 حماد اي تعدى ال 1000 تعدى ال 1000 تعدى ال 1000 يوصل ل 2000 متوقع له
أنا بس إحنا لو نقدر نعرف نسبة التصويت حتى الآن، النسبة الدقيقة لنسبة التصويت إذا كانت 30%، إذا كانت 30% يمكن يوصل عدد من 30، أعتقد 35,000 تقريبا، راح يجيب رقم كبير يا بيت على هالأرقام هذه. أعتقد أن الرقم راح يكون أكبر. ما راح يعني هذا لازم يوصل هني على الأقل 30,000. يعني أبو عبد الوهاب توقعاتك عبيد راح يكسر حاجز 30,000؟ أتوقع راح يكسر حاجز 30,000 على الأرقام اللي قاعد تشوفها وعلى الاستطلاع اللي سويته. ما في مجال. وهذا الرقم الأعلى في الكويت أعتقد في تاريخ يعني هم حصلوا مرة 20 أو وصلوا أكثر من 20 في الأربع أصوات، لكن صوت واحد وتحصل الرقم. لا أعتقد وصلوا 30 في الأربع أصوات. مسلم براك أعتقد كسر حاجز بالأربع أصوات. أي بالأربع أصوات كسر حاجز 30، لكن صوت واحد لا، صوت واحد لا. صعب، وايد صعب. هو هذه تبقى انتخابات ظروفها مختلفة جدا يعني. اي هي شوف اكو دراسات وايد على عدد الاصوات فيما يتعلق بالعشر دوائر اللي كنا نتكلم عنها، وايد دراسات في المسألة هذه. النقطة الأساسية في العملية الانتخابية كلها ان اللي يوصل المجلس يمثل اكبر عدد ممكن من الناس، يسمونها more representative. حلو، يعني يمثل أكبر عدد من الناس. من الناس يعني الحين اللي يوصل حصل له 6,000 صوت، اللي صوتوا له 6,000 من 160,000. تخيل 160,000 ناخب، 6,000 صوت صوتوا له ووصلوا، و 144,000 صوت ما صوتوا له. فأنت وصلت المجلس، طيب إذا حطيت صوتين ممكن يوصل المجلس ب 12,000 ب 15,000 ب 13,000 صوت أعلى، وبالتالي أكثر تمثيلا. فكل ما زدت عدد الأصوات صار أكثر تمثيلا، وبالتالي الشخص اللي يوصل للمجلس بالفعل نتيجة توجه الشارع. وهذه النقطة المهمة في الديمقراطية في الانتخابات، أن اللي يوصل المجلس نتيجة الشارع، يعكس الشارع. الحين إذا أنت زدت 3 أصوات، الفترة المتاحة 2، ما عندك القدرة كناخب أنك تبحث 3 أصوات. لو زدت 4 أصوات أنت أساساً 3 أصوات ما تقدر، فشلون بتقدر 4 أصوات؟ وين توقف؟ تزيد 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 أو تنقص تنقص، أكو مكان لازم توقف عنده. وهو في وضعنا إحنا 2 في الفترة اللي هو حل دستوري، أو 2 عندك تقدر تختار أكثر يعني صوتين مناسب. أنا طبعا صوتين أنت تشوفها مناسب وأن أكثر قبول عند النواب، صوتين مناسب لقدرة الناخب على تحديد وين بيروح صوته، أكثر من صوتين ما يقدر. يعني نص الحريم يوصلون إلى صناديق الاقتراع عندهم الصوت الأول والثاني، الثالث والرابع ما يدرون عنه، نص الحريم. هذا على أيام 4 أصوات، يعني عندهم صوتين، عندهم حاضرين. صوتين حاضرين، صوتين ما يدرون يروحون، الثالث والرابع ما يدرون. عاد انتو حظك، تعطيه شاي، تشيل له الشمسية، تشيل لها الشمسية، تعطيها بطل ماي، يمكن تصوت لك. زين، الرجال، نص الرجال يوصلون الى صناديق الاقتراع، هم عندهم بس الـ3 أصوات الاولى، الاول والثاني والثالث، الصوت الرابع ما يدرون وين يودونه. وبالتالي هو الصوتين، هو من ناحية عملية حسب الدراسات والممارسات اللي اشتغلتها أنا من سنة 93 لغاية الحين، الصوتين هو المناسب سواء مجلس أمة أو مجلس بلدي. الصوت الواحد شوية قاصر،
الثلاث أصوات زايد. يعني الصوتين هي الأكثر تمثيلاً، تتيح المشاركة للناخب إنه يختار أكثر ويوصل اللي يبي، وما يكون في حتى عملية إحراجات في عملية الصوت الواحد. أي يعني الصوتين أفضل أفضل. الحين عندنا الدائرة الخامسة أعتقد فيها 17 لجنة أبو عبد الوهاب. الخامسة نبي أبو عبد الوهاب. الحين عبيد الوسمي وصل 5890، قارب 6510، ووصل 6510 عبيد الوسمي. نبي ننتقل الحين للدائرة الخامسة، نبي نستمع لعملية الفرز أبو عبد الوهاب. يلا إذا جاهزين يا شباب. لا مو جاهزين، راح نرجع إن شاء الله بعد شوي لصالة الفرز. 6899 وصل. شوف الحين صار تغيير بين الثاني والثالث. إيه أنا وايد مهم عندي الدوسري. العجم تلقى 166 وحماد الدوسري 130. صحيح. يعني صار تراجع عند حماد الدوسري يعني بين المركزين هذول. بالمركز صح. عبيد وصل 7397. دكتور عبيد 7397. هم رقم كبير حتى الآن، وفارق أكبر بينه وبين من الثاني الزملاء عجمي المتلقم. المتلقم 173. كم الفرق لو تجمعهم كلهم اللي موجودين؟ ما يجون 400. ما يجون 400، ما يجون 397 مال عبيد. الثانية هذه، الثانية هذه الثلاث أرقام الأخيرة. صحيح. ما يوصلون، ما يوصلون نصها بعد، يعني 173 147 لا ما يوصلون، ما يصلون الرقم. فالأرقام لا واضح، واضح استطلاعك بالضبط أبو عبد الوهاب. يبين إن شاء الله بعد شوية. أنا بشوف حماد، بس حماد الدوسري وين يوصل؟ باعتقادي إنه هو راح يكون الثاني. ممكن في لجان معينة ممكن يصعد. ممكن يصعد في لجان معينة. تفضل. نعم. نبي نشوف في عندنا الحين متابعة لعملية الفرز مباشرة من الدائرة الخامسة من إحدى قاعات الفرز. نستمع إلى صوت القاضي الآن. نعم. عبيد المطيري. 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 احنا الحين قاعد نتابع عملية الفرز من اللجنة الرئيسية. اعتقد عبيد المطيري. اللجنة الرئيسية. عبيد المطيري. 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 عبيد. 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 كمل. عبيد. 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 عبيد.
عبيد 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 كم عندك عبيد؟ عبد الوهاب الحين هم يعني الحين هم قاعد يجمعون الاوراق ويبدو انهم يجمعون مثلا اوراق عبيد الوسمي ويعلنون عنها بشكل مباشر يعني يجمع العبيد لوحده ويجمع الباجين لوحدهم الظاهر بهالطريقه قاعد تتم فرز هو ولا ما في فرز؟ لا هو في فرز بس الظاهر في تنظيم في العمليه بشكل اكبر بس واضح ان النتائج راح تطلع خلاص ما في يعني يلا نكمل صحيح. خلصنا الخمسين الاولى وصل 10,000 عبيد المطيري ما تشوف وصل عبيد المطيري 11,138 حماد 258 عجب المتلقم 251 وعبد الله العتيبي 83 طلال الدبوس 19 هذا الرقم بعد بداية الفرز يعني تقريبا ما صار نص ساعة الفرز. عبيد المطيري يوصل 30 عبيد يوصل 30 يوصل 30 يوصل 30 عبيد المطيري عبيد المطيري عبيد المطيري عبيد المطيري هي قناة المجلس اي قناة المجلس عندهم لايف عبيد المطيري عبيد المطيري مالت الفرز عبيد المطيري عبيد المطيري عبيد المطيري عبيد المطيري عبيد المطيري عبيد المطيري ليش ما سويت اشارات ما حطيت ترى واحده انت نسيت ديوان بدر الطاهون في احتفال على الهواء الان العداله موجودين هنا قاعد ننقل لكم الاحتفال من نهار بدر الطاهون لا مو بالنهار الكشافات مضيئه هذه فرحه طبعا فرحه الديوان فرحه الناخبين في ديوان بدر الطاهون طبعا بنتائج اللي لا زالت تعلن وتقدم الدكتور عبيد الوسمي بفارق كبير جدا 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 الحين قاعد ننقل مشاهد هذا الاحتفال من ديوانية بدر الداهم احنا مثل ما احنا شايفين الان لا زالت الاحتفالات مستمره في ديوان بدر الداهم مثل ما
عمليات الفرز قاعدة تتم في مكان، وأيضا تقدم الدكتور بدر الداهم بشكل كبير، وأيضا الاحتفالات في ديوانية بدر الداهم وفي كل المقرات الآن الاحتفالات بتقدم بدر، تقدم الدكتور عبيد الوسمي بشكل كبير جدا وبفارق كبير جدا. الدكتور عبيد وصل 12,285 وهذا رقم أيضا كبير حتى الآن، 12,285. والله حاط بدر الداهم ما شاء الله الاحتفال في ديوانيته وعدد كبير حاضر صراحة في ديوانية بدر الداهم، واحتفال كبير عنده بهذه النتيجة. ومثل ما تفضلت أبو عبد الوهاب هي رسالة، يعني رسالة واضحة. بعد يفرق الفرق وايد كبير، يعني ما أكبر وصل 13 والباقيين 3%. بس والله المتقدم انا ما هقيت يا حصل كذي. والله قاعد يكون يم حماد العازمي المتلقم. نتائجه شلون كانت عندك في الاستطلاع؟ ما كان عبيد المطيري. بس خلنا نشوف لو وصلنا للاخر شنو نوصل. عبيد المطيري. عبيد المطيري. عبيد المطيري. عبيد المطيري. عبيد المطيري وصل 13,383. عبيد المطيري. عبيد المطيري. عبيد المطيري. عبيد المطيري. عبيد المطيري. شباب عبيد المطيري. كنترول. عبيد المطيري. عبيد المطيري. 17 لجنة. عبيد المطيري. عبيد المطيري. عبيد المطيري 137 صوت، والمركز الثاني مكرر لعجمي فلاح المتلقم ب 337 صوت. عبد الله عمر العتيبي يقترب من 100 صوت ب 96 صوت في المركز الرابع. طلال فهد الدبوس بالمركز الخامس ب 24 صوت. لاحظ صباح السالم، كما أخبرتكم قبل قليل أن الأرقام إذا أتت من ضاحية صباح السالم والصباحية كذلك فإنها سترتفع بالأرقام. فعلا ارتفعنا إلى 14,539 صوت لعبيد محمد مطيري بالمركز الأول. في الدائرة الانتخاب 14,743 صوت لعبيد محمد المطير. 15,000 التحديث سريع جدا، ويبدو أننا سنصل إلى نتائج بشكل مبكر جدا في هذه الانتخابات، ولن تكون يعني الانتخابات الماضية في شهر ديسمبر انتظرنا 15,326 صوت، مع بقاء حماد مناحي الدوسري وعجمي فلاح المتلقم بالمركز الثاني والثالث بنفس الرقم ب 365 صوت لكل منهما في المركز الثاني مكرر. عبد الله عمر العتيبي يتخطى حاجز 100 صوت ب 106 أصوات، وطلال فهد الدبوس 28 صوت لطلال فهد الدبوس المركز الخامس. نعود مرة أخرى للتحديث. التحديث شنو؟ وين راح التحديث؟ وين راح؟ وين وصلنا؟ التحديث يبدو أن التحديث يأتي للمركز الرابع والخامس، لأن عبيد محمد مطيري ما زال في المركز 15,745 صوت لعبيد محمد مطيري. تحديث، هذا التحديث يصعد ويعزز مركز حماد الدوسري ب 380 صوت في المركز الثاني، مع تراجع عجمي فلاح المتلقم ب 376 صوت للمركز الثالث. عبد الله هني 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 عندنا تقدم عجمي ب 384 صوت بينه وبين حماد مناحي الدوسري صوت واحد فقط في هذه في هذا المركزين. 16,000 صوت. خلنا نرد لعبيد محمد المطيري بالمركز الاول 16,000 صوت واحد ب 31. طلال فهد الدبوس 28 صوت. نعود مره اخرى للمركز الاول في تحديث، في تحديث، تحديث 16,031 صوت لعبيد محمد مطيري بالمركز الاول في هذه الدائره الانتخابيه والانتخابات التكميليه لعام 2021. تخطينا حاجز ال 16,000 صوت في هذا الفرز الاولي ساعه تحديدا منذ اغلاق
أبواب الاقتراع. حماد مناح الدوسري 385 صوت بالمركز الثاني. أعجمي فلاح المتلقم 384 صوت بفارق صوت واحد بينه وبين حماد مناح الدوسري. عبد الله عمر العتيبي 114 صوت، وأيضا طلال فهد الدبوس ما زال بالمركز الخامس ب 28 صوت. نلاحظ منطقة الظهر انتهينا، إناث 4 وإناث 5 وإناث وصلنا كم الآن؟ تحديث جديد 16768 صوت لعبيد محمد مطيري. واضح أننا نقترب أيضا مع التحديثات القادمة من 17000. حماد مناح الدوسري يتخطى 400 صوت، هو وعجمي فلاح المتلقم ب 400 وصوتين، والمركز الثاني مكرر لكل منهما. أها تعزيز وعبد الله عمر العتيبي 126 صوت بمركز الرابع، طلال فهد الدبوس المركز الخامس 38 صوت. عبيد محمد المطيري 17056 قبل شوي، نشوف في تغيير. عبيد محمد المطيري يتخطى حاجز 17000 صوت في هذه التحديثات الأولية، والأرقام الأولية ونتائج فرز الدائرة الانتخابية الخامسة للانتخابات التكميلية 14 في تاريخ الحياة النيابية الكويتية. حماد مناح الدوسري يعزز مركزه بالمركز الثاني ب 419 صوت، أعجمي فلاح المتلقم بالمركز الثالث ب 405 أصوات، عبد الله عمر العتيبي أيضا 126 صوت بالمركز الرابع، طلال فهد الدبوس بالمركز الخامس ب 38 صوت. لاحظ اللجان الانتخابية إذا كان هناك تحديث سأتحدث، ما في تحديث. إذن اللجان الانتخابية أسفل الشاشة مشاهدي الكرام، العدان إناث 2 انتهينا منها، العدان أيضا والقصور إناث 2 ما زال فرز مستمر، الدائرة الحمراء تعني أننا انتهينا من فرز القصور إناث 3 والقصور إناث 4، جابر العلي ما زال أيضا، وجابر العلي من المناطق الكبيرة أيضا مشاهدين الكرام في هذه الدائرة الانتخابية. الآن مشاهدين الكرام نذكر بأن هذه الدائرة الانتخابية الخامسة، وفي الانتخابات الأخيرة قبل 6 أشهر تقريبا وتحديدا في شهر ديسمبر كانت المشاركة في الدائرة الخامسة 68% في تلك الانتخابات. تكميلية الثالثة وهي آخر تكميلية حدثت، أو تكميلية الثانية عفوا وهي آخر تكميلية كانت في 2019 كانت نسبة المشاركة 41%. يعطيكم العافية شباب. أوكي تست. منو هذا المراسل؟ راح نتحول الآن مباشرة إلى مراسلنا أحمد العنزي من مقر من ديوان ومقر بدر الداهوم. أحمد العنزي مساك الله بالخير يا أحمد. أحمد مو سامعني. أعتقد الآن لا زال الدكتور عبيد الوسمي يتقدم بفارق كبير جدا عن بقية المرشحين. أعتقد أن الرقم الآن وصل إلى، أتوقع أنه وصل إلى 19 أو 20 ألف حتى الآن، حتى هذه اللحظات 18,426 وصل الرقم حتى هذه اللحظة، وبفارق كبير جدا جدا عن المتبقي. أبو عبد الوهاب شايف المسار وين والله شوف وين تشوف عبيد راح يوصل؟ يعني ممكن يتعدى الثلاثين. أنا شوف عندي يعني عندي ملاحظات على وقت الاستطلاع. أول كنت حاتي أن النتيجة تكون صحيحة أو غلط، الحين تعديت المسألة هذه، أبي أعرف الثانيين وين يوصلون. أنت تفكر باللي تحت. باللي تحت إيه، يعني أنا عندي وايد مهم أن تضبط شغلي، يضبط أن حماد يتجاوز الدوسري يتجاوز الألف. وأنت قلتها بداية قبل الفرز، قلت ان حماد طلع عندي فوق الألف، فوق الألف، لكن اللي ما حسبت له هو عجمي المتلقم. انا قاعد يلاحق حماد، يلاحقه والفرق بينهم قليل. صوتين اي، فانا وايد تركيزي على هالاثنين، حماد الدوسري وعجمي المتلقم. انا الاثنين ابي اعرف بالضبط هل حماد
يتعدى الألف ولا لا؟ بو عبد الوهاب بس خلينا نشوف مراسلنا أحمد العنزي، مساك الله بالخير زميلنا أحمد. مساك الله بالنور. حياك الله، حياك الله أخوي أحمد. مساك الله بالنور. أنت الآن في ديوانية بدر الداهوم والاحتفالات شغالة عندكم، تعطينا تنقلنا الأجواء. عدل عدل احتفال. طبعا متواجد حاليا في ديوان النائب السابق الدكتور بدر الداهوم، وفي حضور كثيف وكبير من المواطنين للترقب لنتائج الانتخابات التكميلية للدائرة الانتخابية الخامسة، والفرحة كبيرة طبعا على المواطنين بتقدم الدكتور عبيد الوسمي وفارق كبير وشاسع عن أقرب منافسي المركز الثاني. وطبعا هناك رقصات واحتفالات في ديوان الدكتور بدر الداهوم وبحضور عدد كبير مثل ما ذكرت لك من المواطنين وبعض أعضاء مجلس الأمة، الدكتور عبد الكريم الكنديري متواجد، شعيب المويزري، عبد محمد المطير، فارس العتيبي، وعدد كبير. طبعا الأجواء أجواء فرح هني بتفوق الدكتور عبيد الوسمي ليكون بديل للدكتور بدر داهوم. طبعا تفوق مثل ما ذكرت لك تفوق كبير واحتفالات كبيرة من المواطنين ونقول محبين الدكتور عبيد الوسمي في ديوان الدكتور بدر داهوم. نعم، في يعني مظاهر هذه الاحتفالات بدأت مبكرا ولا مع ظهور الأرقام؟ يعني البداية كانت طبعا مع ظهور الأرقام ارتياح كبير طبعا من المواطنين في ودعم كبير للدكتور عبيد الوسمي، والفارغ الكبير الآن متابعة للنتائج أولا بأول في على الهواء مباشرة، ونتائج كبيرة وفارغ كبير وشاسع بينه وبين أغرب منافسي. وطبعا في أول ساعة الاحتفالات بدأت مبكرا في ديوان الدكتور بدر الداهوم. نعم، خلك زميلنا أحمد العنزي خلك معانا، ممكن بعد شوي نقابل الدكتور عبيد الوسمي، ممكن يجي المقر يكون موجود، وخلك معانا. متواجد أبو عبد الوهاب، شايف الاحتفالات في ديوان بدر الداهوم الآن؟ غريبة أن نقلوها. لا احنا ناقلين، احنا في كل مكان موجودين، بس رأيك في أن الاحتفال يصير في ديوانية بدر الداهوم؟ طبعا يعني ما المسألة واضحة، جماعة يبوني يعني راح بدر الداهوم يبنى لكم فلان الطريقة هذه، يعني مو خوش المسألة، ضايق صراحة. ما كان المفروض ينترك المجال كذي، يعني دكتور بدر الداهوم كان زين، لكن شلون نطعنوا بعضويته بالطريقة هذه؟ ما كان المفروض ينطعن بالأساس. أنا شفت والله فيديو ذاك اليوم يقول إنه ما حد طعن فيه، وكان الطعن بإن التصويت بالكمام، وإن الشخص اللي بيصوت ما تعرفون شخصيته شلون بتشيكون على البطاقة المدنية، فكان الطعن كذي. لكن صاحب الطعن تفاجأ بقصة ثانية، فهل هذه القصة الرواية صحيحة مو صحيحة يحتاج إلى بحث. نعم، لكن الريال طلع ويابوا واحد ثاني. هذه يعني تبقى مسألة قانونية أبو عبد الوهاب. نعم، تبقى مسألة قانونية. أنا يا ريت أشوف النتائج إذا كانت موجودة على إذا النتائج نقدر نشوفها. وصل 19471. لا زال حماد وعجمي فلاح متلقم في نفس ال مع بعض. تربنا من الآن 19775 صوت، يبدو أننا نقترب من 20,000 صوت لعبيد. فعلا 20,000 صوت، الكنترول كأنه يسمعني الآن وفعلا يعطينا الأرقام أولا بأول بسرعة كبيرة جدا. عبيد محمد المطيري 20,113 صوت في المركز الأول في هذه الانتخابات، وصلت رقم عالي جدا. أيه، 41%. يعني النسبة، لا النسبة ضعيفة تعتبر. أيه. ليش يعني هم دائما كذي؟ يعني الدائرة الخامسة ما فيها، أيه دائما التكميلية ما في مشاركة كبيرة، حالات نادرة اللي تصير فيها التكميلية عالية، أما الباقي لا كله بسيط مشاركة. ليش الدائرة الثانية أكبر كانت؟ يعني 41% نسبة كبيرة، يمكن الوعي هناك أكبر.
يعني 41 هم لا زالت قليلة. أنت توصل بالانتخابات العادية 60 و68 بس تكميلية اللي كانت في الدائرة الثانية، بس مقارنة 40. الثانية بالخامسة الثانية أعلى. صعبة إيه صعبة الثانية أعلى. يعني العادية الانتخابات العامة فيها فرعي وفيها ناس تفزع للفخذ، في قصص ثانية تصير، وبعدين في 10 أشخاص بيفوزون، هني لا واحد. واحد يعني هي بالنهاية صارت أقل من الثانية، أو إنها يمكن نسبة أقل. نسبة أقل بس ما أدري لحد الحين ما إحنا عارفين كم وصلت. يعني إذا 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 في شباب وصلكم، أنا قاعد أشوف على المنصات الأخبار قاعد أحاول أوصل للنسبة، كم النسبة اللي وصلت من مصادرها الرسمية لحد الآن؟ ماني شايف إن في نسبة ثابتة، يعني 30% أو 28% أو 25% أو أكثر. ماني شايف هالشيء هذا. فأبو عبد الوهاب الحين عبيد الوسمي دكتور عبيد وصل 20، تجاوز سقف 20، تجاوز 21,000 21,445. قول هل في مجال لو كملوا الفرج إن أحد يصيده؟ لا ما في احد راح يصيده ابو عبد الوهاب اكيد. انت تقول تقول ما احد راح يصيده، احنا نقول له مبروك. طب مبروك الحين تقدر تبارك له. اي لا لا انا قلت هنا عندكم اظن كان في قناه برنامج رياضي، اظن برنامج رياضي اي، وقلت من شهر ونص قلت مستعد اطلع مع الحين من الاستديو واروح حق الريال والبس البشت. واضح المساله من شهر ونص. نعم بنتحول الحين مراسلنا عيد الفضلي. عطني عيد الفضلي، انا مو قاعد اشوفه، تعطيني اياه تحولني له. عيد مساك الله بالخير. تسمعني اخوي طلال؟ اسمعك مساك الله بالخير. مساكم الله بالنور. صراحه هذا العرس الديمقراطي يبدو ان هناك حاله انفراد واضحه في المعترك والسباق الانتخابي. عندي بعض اللجان انتهت من الفرز، احدى اللجان في صباح السالم 368 صوت لعبيد الوسمي، 16 صوت لباقي المرشحين، 3 اصوات باطله. لجنه اخرى على سبيل المثال 272 صوت لعبيد الوسمي، 17 لبقيه المرشحين، وورقه واحده باطله، مما يعني انفراد عبيد الوسمي في اغلب اللجان. يبدو ان الامر قضية وحسم لعبيد الوسمي، فارق كبير، ليس هناك منافس في الرقم 2. من هنا من قناة ATP العدالة نقول مقدما قبل خروج النتيجة النهائية مبروك دكتور عبيد الوسمي. شكرا لك. بعرف توقعاتك يعني من خلال اتصالاتك ووجودك داخل اللجنة، متى سيتم الانتهاء من الفرز حسب ما انت قاعد تشوف اخوي عيد؟ مثل ما قلت لك سابقا، الآن اللجان الفرعية يشمعون الصناديق، يسلمون العدد للجنة الأصلية، سيتم نقل الصناديق إلى مدرسة عاتكة في جابر العلي، متوقع يعني قبل منتصف الليل، قبل الساعة 12 ستكون النتيجة خالصة. شكرا. نعم. زميلنا عيد الفضلي من اللجنة الرئيسية، شكرا لك. أبو عبد الوهاب مثل ما انت شايف عبيد الوسمي يوصل 23,845. يوصل 30. يوصل 30,000. ايه يتعداها. يتعدى 30,000. يتعداها. النسبة اعتقد انها تجاوز 30% من 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 التصويت، بس لحد الحين ترى حماد في بحر 600، تتوقع انه يتجاوز 1000؟ انا وايد مهم عندي حماد وعجمي، منو اللي غلب فيهم؟ عبيد بس الحين منو اللي قاعد ياخذ الاصوات؟ اذا كان 300 16 صوت لغير عبيد، 300 لعبيد، لجنه ثانيه 300 لعبيد و17 صوت لغير عبيد، يعني باقي. فانت يعني اذا عندك 50,000 صوت مصوتين، على افتراض انهم 30%، 50,000 صوت، 50,000 صوت، 40,000، 45,000 بيروحون حق عبيد، و5,000 على الباقي. هذا اللي يعني بيصير. هذا اللي بيصير. هذا اللي بيصير. أنا بوصل بس أعرف الرقم النهائي اللي وصلوا له.
اذا وصلوا اذا احنا قاعد نحاول لحد الان ما في الارقام الاوليه تاكد ان نسبه التصويت يعني حسب ما وصل لي من زميلنا احمد العنزي ان نسبه التصويت 30% حتى الان يعني هذه ارقام اوليه والحد الان ما طلعت 30% يعني اذا تقول 160 راح تاخذ مني 30,000 وتاخذ 20,000 50,000 صوت يعني المفروض يتعدى 40,000 هو الحين وصل 25,000 تقريبا يعني تكلم يعني عن 24,826 مع باقي الفرز اكيد بيتعدى 40 ما في مجال وانت قلتها ابو عبد الوهاب قبل هالمره قلت انه راح يتجاوز بين الثلاثين والخمسين بين الثلاثين والخمسين وهذا اول مره يصير في تاريخ الكويت ما صارت لا ما صارت ما صارت في تاريخ ما صارت وبعدين صوت واحد يعني هذا رقم كبير يعني 24,800 رقم بفارق كبير عن الآخرين يعني نعم أبو عبد الوهاب يعني اليوم عبيد الوسمي فعلا يعني وضع بصمة ومبدأ في الانتخابات العامة من خلال هذا النموذج يعني أو التفاف الناس عليه والله شوف يعني المسألة لو بتش تفاصيلها وايد تنازلون له وهو دكتور مشهور وعارف عارف تفاصيل المسائل الدستورية واللائحية بالمجلس فنأمل أن يكون هناك تعاون بإذن الله إن شاء الله نتوقع أن يكون في تعاون من السلطتين يعني في سبيل إقرار بعض القوانين ودفع عجلة التنمية في أنا حاولت يعني في السابق أن أولف وأحاول كلمت هذا وكلمت ذاك كلمت النواب كلهم وكلمت الأطراف الثانية اللي هم مجلس الوزراء وحاولت يعني كثر ما أقدر أوقف المشكلة اللي صايرة هذه ما لقيت بالعكس ما لقيت أي مانع والكل يبي تعاون لكن أكو شيء بالنص مو مفهوم لا زال يعني وإن شاء الله إن شاء الله نعم نعم أبو عبد الوهاب بننتقل للبدر الداهوم نتوقف شوي معاك نبي ننقل مشاهدين إلى الأجواء في ديوانية بدر الداهوم والاحتفالات هناك We see possibilities and what's best for the athlete. و26 صوت طلال فهد الدبوس لا زال في المركز الخامس ب71 صوت مشاهدينا اللي تحت اللون الأحمر يدل على اللجان التي يعني تم الانتهاء من فرزها لغاية الآن القصور ذكور 2 أما اللون الأخضر يدل على اللجان التي لم يتم الانتهاء منها لغاية الآن كما نشاهد العدان إناث 2 العدان إناث 3 والقصور إناث 1 والقصور إناث 2 عبيد محمد المطيري يزيد إلى ويرتفع الرقم إلى 28,370 صوت عجمي فلاح المتلقم في المركز الثاني ب784 صوت تحديث عبيد محمد المطيري 28,628 صوت وعجمي
فلاح المتلقن في المركز الثاني لغاية الآن ب 788 صوت، حماد مناحي الدوسري ب 757 صوت. أما في المركز الرابع عبد الله عمر العتيبي 226 صوت، في المركز الخامس طلال فهد الدبوس ب 72 صوت. لازلنا معكم في هذه التغطية الحية المباشرة من ساعات الصباح الأولى. عبيد محمد المطيري 28628، 28816 عبيد محمد المطيري، وعجمي فلاح المتلقن في المركز الثاني ب 799 صوت، حماد ناحي الدوسري في المركز الثالث ب 766 صوت، عبد الله عمر العتيبي في المركز الرابع ب 233 صوت، طلال فهد الدبوس لا زال في المركز الخامس ب 72 صوت. مشاهدينا الكرام، احنا متواصلين معكم في هذه التغطيه، واولا باول لتكميل 2021 في الدائره الخامسه، عبيد محمد المطيري في المركز الاول لغايه الان ب 28816 صوت، جيمي فلاح المتلقم لا زال محافظ على المركز الثاني ب 700. عدنا لكم أعزائي المشاهدين، يعني من خلال تغطيتنا اليوم في الاستوديو التحليلي، وقاعد نتابع نتائج الانتخابات، وأيضا انتقلنا معاكم في أكثر مرة مع مراسليننا وضيفي في الاستوديو الأستاذ صلاح الجاسم. أبو عبد الوهاب، أنت شوفك يعني استطلاعك بدأ يعني يظهر على الشاشات الرئيسية التلفزيون دولة الكويت والنتائج الرئيسية. كان زين. فلا أنا هذا اللي قاعد أشوفه، يعني ما شاء الله أنت من بداية الحلقة قبل الفرز بلغتنا بالنتائج. إيه النتائج واضحة. النتائج واضحة. والأرقام يعني. قلت على شوف عندي وايد مهم أعرف التفاصيل مالت اللي بعد اللي يفوزون. أنا هي النقطة الأساسية عندي، إذا كان أعرف اللي فازوا أبي اللي تحت اللي ما فازوا، هذول لازم أصيدهم، لازم أعرف. هذا كم يطلع، هذا كم يطلع، لازم اصيدهم. مهم بالنسبه لي هذه وايد مهمه. فتلقاني الحين ما يعني ما طالع ناحيه عبيد، اطالع بس ما بين حماد وعجمي. حسب استطلاعي حماد هو اللي يفوز، ولكن الفارق بينهم تقريبا 20. وخلنا نشوف. خلاص عبيد الوسمي رسميا كسر حاجز ال 30,000. ما تقدر صح كسر حاجز 30,000 اللي انت قلت لي عليه، بين ال 30,000 بين ال 30 وال 50 وال 50 وراح يعتمد على نسبه الاقتراع اللي هي 30% او 35%. صحيح. لانها ما وصلتنا النسبه. وصل 31179 كسر الحاجز. بيوصل 40. بيوصل 40,000. بيوصل 40 ما دام انه ما وقف الفرز. والحين الاجمالي لو بتحسب الاجمالي ما توصل الى، لا الاجمالي احنا نركز على 31,000 لان الباجين ارقام بسيطه. هو اذا نسبه الحضور 30% يعني 50، فانت تتكلم عن 50,000. وين راحوا ال 50,000؟ بيروحون حق الدكتور عبيد. 45,000 حق الدكتور عبيد. 45,000 حق الدكتور عبيد. وين بيروحون؟ اذا كانت هذه النسب ماشيه كذي وصار لها مده ماشيه من بدايه الفرج لغايه الحين. ما يعني ما بين ال 30 وال 50 اكو رقم بيوصله، بس وين بيوقف ما ادري. وما راح تتكرر. ما راح تتكرر المشهد هذا، ما راح يتكرر. ما راح تتكرر حتى بالثالثه ما توصل الرقم هذا. ما راح توصل. ابو عبد الوهاب، يعني الرقم هذا فعلا كلامك انه ما راح يتكرر، وحاله استثنائيه. حالة جديدة. نعم. ورقم خذنا صوت واحد، يعني نتكلم عن 31,000 اليوم و 686. لا الرقم كبير وقد يرتفع يصل إلى 40,000. ثلث دائرة مصوتت لك. ثلث دائرة مصوتت لك صح. الحين هو وصل دش مجلس، دش المجلس معك 50، معك ثلث دائرة. ثلث دائرة بال 31,000 بس بال 50 بيوصل 40. بيوصل 40. اي الحين 32 شوفه. تدخل المجلس وانت معاك ثلث دائره. وين صارت؟ ما صارت ولا راح تصير. صحيح. شكرا. نو شكر ها؟ يا دار مجد.
ولا هذا؟ لا هني عندنا هني احنا 32414 يعني هذا الرقم ايضا لا زال في تصاعد ولا زال كبير يعني. اي الحين بيوصل 33 الحين. الحين راح يوصل 33. زين ابو عبد الوهاب احنا قاعد نشوف حشد من النواب قاعد يتوافد الحين على ديوانيه بدر الداهوم. أيه. وايضا الدكتور عبيد الوسمي راح يكون موجود هناك حسب ما عندك اساميهم. محمد المطير. أيه. ثامر السويط. أيه. النائب مساعد العارضي. أيه نعم. في نواب كثر اللي موجودين. والله وصلتنا قبل شوي الاسماء بس ما سبع نواب تقريبا اللي موجودين. سبع نواب من ايه والخالد العتيبي ايضا موجود. ايش بيسوون بتاجيل استجواب؟ هذه قضيه ثانيه اكيد جرح. اكيد بيسوون اجتماعات عليها وجلسه بروحها منفصله يبي لها حلقه منفصله ابو عبد الوهاب هذه. بس الـ يعني اليوم قاعد نشوف نواب من كل القبائل قاعد يتوافدون على الدكتور عبيد الوسمي. أي. رغم انه مثلا نازل دوسري نازل عجمي نازل عتيبي. خلاص الحين تعتقد من فرز 125 لجنة وتبقى 40 لجنة من أصل فرعية وأصلية في الدائرة الخامسة. وكما نشاهد معكم مشاهدين عبيد محمد المطيري يصل إلى أو يتعدى حاجز 32 ألف صوت في هذه الدائرة الخامسة. الآن كما نشاهد معكم 15 مرشح ومرشحة في الدائرة الخامسة. عبيد محمد المطيري في المركز الأول ب 32700 وصوتين. في المركز الثاني عجمي فلاح المتلقم ب 921 صوت. في تحديث عبيد محمد المطيري 33095 صوت. عجمي فلاح المتلقم في المركز الثاني ب 950 صوت. حماد مناح الدوسري في المركز الثالث ب 915 صوت. عبد الله عمر العتيبي في المركز الرابع ب 285 صوت. في المركز الخامس طلال فهد الدبوس ب 74 صوت. وفي المركز السادس نهار ثقل العتيبي. وايضا كما نشاهد عبيد محمد المطيري وصل الى 33315 صوت. انتقل للمركز السابع عنود خالد العنزي ب 31 صوت. اما في المركز الثامن حسن عواد العازمي ب 24 صوت. في المركز التاسع حبيب مهدي ابو عباس ب 22 صوت. وفي المركز العاشر خالد ابراهيم العمار ب 17 صوت. وفي المركز الحادي عشر جاسم محمد دشتي ب 16 صوت. في المركز الثاني عشر عادل عباس الشطي ب 11 صوت. واحمد جابر البلوشي في المركز ال 13 بتسع اصوات. وفي المركز الرابع عشر بكر بادي الرشيدي ب 8 اصوات. وسعد محمد المفرح في المركز ال 15 بصوتين. وكما نشاهد معكم التحديث عبيد محمد المطيري يصل الى 33555 صوت. وايضا عجمي أو عجمي فلاح المتلقم ب 985 صوت. عبيد محمد المطيري 33922 صوت. وعجمي في المركز الثاني عجمي فلاح المتلقم ب 962 صوت. وفي المركز الثالث حماد مناحي الدوسري ب 948 صوت. في المركز الرابع عبد الله عمر العتيبي ب 294 صوت. وفي المركز الخامس طلال فهد الدبوس ب 100 وصوت واحد. اما في المركز السادس نهار ثقل العتيبي ب 40 صوت. في المركز السابع عنود خالد العنزي ب 31 صوت. اما في المركز الثامن حسن عواد العازمي ب 24 صوت. وفي المركز التاسع حبيب مهدي ابو عباس ب 22 صوت. وفي المركز العاشر خالد إبراهيم العمار ب 17 صوت. وفي المركز الحادي عشر ب 16 صوت جاسم دشتي. وأيضا قاعد أشوف التحديث معكم على الشاشة راح أرجع لمرة أخرى. عادل عباس الشطي في المركز الثاني عشر ب 11 صوت. وأحمد جابر البلوشي مركز 13 ب 9 أصوات. وبكر بادي الرشيدي في المركز الرابع عشر ب 8 أصوات. وسعد محمد المفرح في المركز الخامس عشر بصوتين. أهلا فيكم من جديد أبو عبد الوهاب. نبي نسأل نسبة التصويت الحين. نسبة التصويت الكلام اللي قاعد يجينا انها 30% تقريبا مقارنة بالانتخابات التكميلية الاخرى. هذا معناها لازم يوصل ما بين لازم يوصل 45 الف صوت. 45 الف. أي. ونسبة التصويت تعتقد انها عادية ما حقت الطموح يعني رغم ان العدد اللي جايبه الدكتور عبيد كبير يعني الدكتور عبيد الحين تجاوز 36 الف. التكميلية دائما 30%.
30 40 بس عندنا تكميليات 41 توصل لكن توصل. لكن الاساس فيها ان الناس ما تبي تشارك في الناس كل التكميليات الناس ما تشارك ما تشارك 30 40% هذا وايد اذا وصلت انا اتوقع اكثر من 30 اتوقع تتوقع ان النسبه اكثر من 30 اكثر من 30 وعبيد الرقم ماله ممكن يوصل الى 45 ممكن يوصل 45 45 إذا المجموع مثل ما تفضلت قبل شوية الحين هم مجموعهم كلهم ما وصل 3000 أبو عبد الوهاب ما يوصل مجموع المرشحين الأربعة عشر بقية المرشحين حتى هذه اللحظة ما وصل مجموعهم 3000 إذا إحنا قلنا عبيد أخذ 35,644 مقابل إن المجموع الباقي أخذ 3000 إذا هم بياخذون 2000 مثل ما تفضلت قبل شوي أعتقد عبيد بيوصل 50 هي هو بديش المجلس مع ثلث دائرة بديش المجلس مع ثلث دائرة بيدخل المجلس فيه هذه ما صارت ولا بتصير عرفت هذا حدث تاريخي حدث تاريخي بديش. ثلث دائرة مصوتت له هذه ما صارت ولا بتصير زين أبو عبد الوهاب الحين الأمانة صارت كبيرة على الدكتور عبيد طبعاً ايش بيسوي هاي هني المشكله ليش مشكله بابا احنا لو انا في مكانه ايش تسوي ورطه يعني تعتقد الدكتور عبيد لا لما يعطيك يعني انت تدخل معك ثلث دائره الحين اي نعم وتوصل هناك وتبي متوقعين منك شيء زين فلازم تأدي لازم شيء عبيد 2012 قدم قوانين نوعية طبعا اقتراحاته كانت هو قدها مميزة هو قدها ولكن لا لأن ثقيلة يعني العملية يعني. الوضع صعب الوضع صعب عندك اللائحة ما تم التقييد فيها والطرف الثاني متمسك بموقفه ما يبي تنازل وعندك استجواب مودينا سنتين لقدام ناقلينه سنتين لي قدام فهو داش على تصالح هو داش على حق الالغام صعب جدا وثلث دائره مصوتت له مدخلته المجلس يتوقعون منه شيء وعدد كبير من الناس قاعد يأيدونه من الدوائر الثانيه وفازعين معه وواقفين معه طبعا يبون يشوفون شنو يقدر يؤدي فهو في وضع يعني انا اقول لا يحسد عليه لكن خلنا نشوف عبد الوهاب تعتقد عبيد ممكن يكون قائد داخل المجلس والله شخصيته فيها فيها قيادة اي فيها قيادة وفيها قيادة انا احس انه في بعض المصطلحات اللي يستخدمها او بعض العبارات احس انه شوي موضوعي وان كان يحتوي على شوية غضب وتطلع بين فترة وفترة عبارات منه تبين أنه داخله غضب ولكن دائما يتكلم عن مسائل قانونية استنادا إلى نص المادة كذا استنادا طبعا هو بالنهاية هو أستاذ قانون في جامعة الكويت يعني منسجم مع نفسه أي أستاذ قانون ناس مو موضوعيين لا 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 درس وعنده العلم لكنه بتعامله ما يكون موضوعي لا الدكتور عبيد موضوعي نعم موضوعي وعنده القدرة على أبو عبد الوهاب نبي نشوف النتائج بس بنتقل قناة المجلس ونشوف النتائج كم صار تكميلي عبيد محمد المطيري ب 36,219 صوت في المركز الثاني أيضا زاد عجمي فلاح المتلقم في المركز الثاني ب 1054 صوت حماد مناحي الدوسري في المركز الثالث ب 1009 أصوات أما في المركز الرابع عبد الله عمر العتيبي 310 أصوات وفي المركز الخامس طلال فهد الدبوس ب 122 صوت في تحديث على اللجان وتم الانتهاء من فرز 142 لجنة من أصل 165 لجنة تم الانتهاء من فرز 142 لجنة من أصل 165 لجنة ما بين فرعية وأصلية في الدائرة الخامسة ونشاهد معكم التحديث عبيد محمد المطيري يتعدى سقف 36,000 ويصل إلى 36,390 صوت أما في المركز الثاني لا زال عجمي فلاح المتلقم ب 1057 صوت أما في المركز الثالث حماد مناحي الدوسري ب 1016 صوت أما في المركز الرابع عبد الله عمر العتيبي ب
110 أصوات. أما في المركز الخامس طلال فهد الدبوس ب 122 صوت. وأيضا تحديث كما نشاهد معكم تحديث في الدائرة الخامسة والترتيب لغاية الآن عبيد محمد المطيري ب 36,666 صوت. أيضا عجمي فلاح المتلقم زاد ووصل إلى 1072 صوت. وحماد مناحي الدوسري في المركز الثالث ب 1028 صوت. في المركز الرابع عبد الله عمر العتيبي ب 317 صوت. وفي المركز الخامس طلال فهد الدبوس ب 122 صوت. انتهينا من فرز تقريبا أو انتهت اللجان من فرز 142 لجنة من أصل 165 لجنة. يعني تبقى لنا تقريبا أقل من 20 أو 23 لجنة فعلية. عبيد محمد المطيري 38,322 صوت في المركز الأول. أما في المركز الثاني عجمي فلاح المتلقم ب 1132 صوت. أما في المركز الثالث حماد مناحي الدوسري ب 1073 صوت. أما في المركز الرابع عبد الله عمر العتيبي ب 345 صوت. في تحديث أيضا عبيد محمد المطيري في المركز الأول و 38,653 صوت. وأيضا عجمي فلاح المتلقم وصل إلى 1143. وأيضا في تحديث عبيد محمد المطيري 38,653 صوت. عجمي فلاح المتلقم 1143 صوت. أما حماد مناحي الدوسري في المركز الثالث ب 1083 صوت. وفي المركز الرابع عبد الله عمر العتيبي ب 345 صوت. وفي المركز الخامس طلال فهد الدبوس ب 153 صوت. وصلنا وانتهينا من يعني 149 لجنة. تم الانتهاء من فرز 149 لجنة من أصل 165 لجنة. اللجان التي لم يتم الانتهاء منها كما تشاهدون أسفل الشاشة القصور ذكور ثلاثة. أما اللون الأحمر يدل على اللجان التي تم الانتهاء من فرزها. أرجع معكم للتحديث الأخير عبيد محمد المطيري 39,027 صوت. عجمي فلاح المتلقم في المركز الثاني ب 1165 صوت. أما في المركز الثالث حماد مناحي الدوسري ب 1095 صوت. أما في المركز الرابع عبد الله عمر العتيبي ب 349 صوت. في المركز الخامس طلال فهد الدبوس ب 153 صوت. أحب أذكر أن الدائرة الخامسة عدد الناخبين في هذه الدائرة 166,222 صوت في هذه الدائرة الانتخابية. ونسبة المشاركة لغاية الآن تتراوح من 28% إلى 30%. الانتخابات التكميلية في 2019 في الدائرة الثانية كانت نسبة الحضور والمشاركة 41%. أما في انتخابات العامة في ديسمبر 2020 كانت نسبة الحضور 68%. تم الانتهاء من فرز 151 لجنة. تم الانتهاء من فرز 151 لجنة من أصل 165 لجنة لغاية الآن. اللجان التي لم يتم الانتهاء الفرز منها باللون الأخضر كما تشاهدون في أسفل الشاشة الفحيل ذكور 4 الفحيل ذكور 5. أما اللجان التي تم الانتهاء من فرزها باللون الأحمر كما تشاهدون الفحيل إناث 1 والفحيل إناث 2 والفحيل إناث 3 والفحيل إناث 4 والفحيل إناث 5 والمنقف ذكور 1 والمنقف ذكور 2 وأيضا المنقف ذكور 3 والمنقف ذكور 4. اللون الأخضر يدل على اللجان التي لم يتم الانتهاء من فرزها لغاية الآن وبانتظار إعلان النتائج. لغاية الآن هذه النتائج ليست معتمدة. نحن بانتظار إعلان السادة القضاء عن هذه النتائج بشكل رسمي. مشاهدينا الكرام أهلا بكم من جديد. قاعد نتابع عمليات الفرز التي لا تزال قائمة في اللجان في الانتخابات التكميلية في الدائرة الخامسة. أبو عبد الوهاب الدكتور عبيد الوسمي، الآن وصلنا للتوقع الرئيسي أن الدكتور عبيد الوسمي راح يوصل حاجز 40,000 إلى 50,000. أيوة. تعليقك على هذا الموضوع اليوم. أيوة. وصل 40 39,027 39,300 وصل الحين اذا بنعرف كم صوت وصوت كم واحد صوته بس شوف رقم الدكتور عبيد زيد عليهم تقريبا 3000 بس هذه القصه.
إذا زدت عليه 3000 تبي تعرف الإجمالي. طبعا في أوراق باطلة، لكن الأوراق الباطلة نسبتها قليلة جدا. نعم. إيه ما مو مثل لما كان في المبطل الأول، المبطل الثاني عفوا، كان في أصوات باطلة، واليوم الانتخابات الوحيدة اللي أصوات باطلة وايد كانوا يتعمدون يتركونها بيضة، لكن هني تلقى إجمالي بسيط يعني، وبالتالي ما تحسب الأصوات الباطلة يعني، ما راح تأثر على الرقم النهائي. فالتركيز هو على رقم دكتور عبيد، زيد عليه 3000 وتعرف كم واحد راح صوت الحين. حتى هذه اللحظة اللي بنتكلم عن 39400 وبنتكلم عن 3000 مثل ما تفضلت، احنا قاعد نتكلم عن تقريبا 42000 يشكلون تقريبا اقل من ثلث الدائره، حتى أقل هذا من الثلث. صح. اقل، بس رقم كبير جدا. طبعا رقم كبير جدا. أي. بالنسبه للدكتور عبيد يبيلها بعد، انا اتوقع ان توصل المساله اجمالي 50، توصل 50 50 عند الدكتور الاجمالي. اي ياخذ منهم 45 الى 47 احتمال اذا ما وقفوا الحين، لأن حسب الأرقام اللي قلت عنها قبل شوي النسبة 30%، 30% النسبة لحد الحين 30%، 30% تسوي أكثر من 50000، أكثر من 50000. أي وإذا قسمتها على هذه الأرقام راح توصل عبيد الوسمي يوصل إلى 45000 أو أكثر شوي. هي وصل 39000 طبعا، 453. الارتفاعات قاعدة تقل الحين يعني. أيه. نلاحظ الحين شوية وقفوا. يبدو أن صار توقف في بعض اللجان. يبدو أن صار توقف في بعض اللجان. أنا ما أدري يا شباب إذا وصلتنا النسبة الرئيسية من وزارة الداخلية أو من لجان قضائية، كم وصلت النسبة، نسبة التصويت؟ أي والله نبي ننتقل للمجلس. أبو عبد الوهاب، ننتقل للمجلس الآن والنتائج. المركز الرابع عبد الله عمر العتيبي ب 352 صوت، أما في المركز الخامس طلال فهد الدبوس ب 154 صوت. نحن بانتظار 11 لجنة في الدائرة الخامسة، تم الانتهاء من فرز 154 لجنة. مشاهدينا الكرام، اللجان أسفل الشاشة كما تشاهدون اللون الأحمر هي اللجان التي تم الانتهاء من فرزها، وتبقى لنا 11 لجنة التي ستكون باللون الأخضر. في تحديث المركز الأول عبيد محمد المطيري تعدى حاجز 40332 صوت عبيد محمد المطيري. عجمي فلاح المتلقم في المركز الثاني ب 1216 صوت. أما في المركز الثالث حماد مناحي الدوسري ب 1121 صوت. أما في المركز الرابع عبد الله عمر العتيبي ب الآن وفق النتائج المعلنة الرسمية، الدكتور عبيد الوسمي كسر حاجز 40000 وتجاوز ب 300 صوت تقريبا حسب الأرقام، 40332، وهذه التوقعات أطلقها الخبير الانتخابي الأستاذ صلاح الجاسم من فترة ليست بالقليلة بعد استطلاع رأي أجراه وأعلن عنه في استوديو العدالة بعد إغلاق الصناديق. طبعا أبو عبد الوهاب هذا الرقم رقم كبير جدا. ربع الدائرة. ربع الدائرة. ربع الدائرة. ربع الدائرة. ربع الدائرة بالضبط. بالضبط. الرقم هذا. وهو قاعد يتقدم بيوصل ل ل ل للثلث. إيه الحين كم إذا عندكم باللجان تعرفون كم لجنة بقت؟ في بعض اللجان ما أغلقت صناديقها حتى الآن. أيه. منتظرين يعني. كم واحدة؟ أعتقد الكلام إنه على 6 أو 7 لجان حتى هذه اللحظة. الإجمالي 17. الإجمالي 17، في 6 أو 7 لجان لحد الحين ما أغلقت حتى هذه اللحظة. لكن مثل ما تفضلت الحين 3000 تقريبا المجموع ال 14. أيه. عبيد دكتور عبيد اخذ 40332، وبالتالي المشاركه 25%. لو وقف الرقم كذي، لو وقف الرقم على 40000، المشاركه 25%. تعتبر ايضا المشاركه، رغم ان الدكتور عبيد حصل على اعلى نسبه بالارقام بتاريخ الكويت، إلا أن لا زالت نسبة المشاركة ضعيفة. أيه. مقارنة بالانتخابات التكميلية. صح، وبالتالي أنا ما أظن أن هذه نسبة المشاركة، أظن أنها 30%، وأظن أنه بيوصل رقمه إلى أقل من 50000. أقل؟ أقل من 50000. أقل من 50000. أيه. وننتظر الحين، إذا تغير الرقم فلا زال في عندنا لجان.
إذا عندكم أحد في اللجان بس سؤال صغير. الحين إحنا بنشوف إذا في أحد من مراسلينا جاهز. أعتقد الرقم قاعد يثبت أبو عبد الوهاب 40,332 لا زال ثابت، الأرقام مو قاعدة تتحرك. عجمي المتلقم 1216، حماد بن ناحية الدوسري 1121، عبد الله العتيبي 346، طلال الدبوس 156، وبقية الأرقام تتراوح من 60 إلى 3. أرقام ضعيفة جدا، يعني إحنا عندنا بس رقمين كبار طبعا بالنسبة للمرشحين ل 14، رقمين 1200 و1100. دكتور عبيد متجاوزهم ب يعني 39 سنة ضوئية، يعني شيء كبير 40,000 ما شاء الله عليه. بس أنا عندي فشل الاستطلاع مع عجم المتلقم. كان في إشكالية عندك. إيه، ولازم تنبحث هالمسألة حتى أعرف ليش قدرت أعرف أن حماد الدوسري بيتجاوز الألف لكن عجمي ما قدرت أعرف أنه بيتجاوز. هو دائما ترى الاستطلاعات تكون فيها نسبة من الخطأ أحيانا تكون موجودة. تصير. وتصير، والنسبة هذه ما تتعلق في الأرقام الرئيسية، أنت الرقم بالنسبة لك الرئيسي موجود وواضح أبو عبد الوهاب. طبعاً إيه. طبعاً لا زال شوف الحين 40,600. 40,600. بالتالي بندش إحنا لما 48 47. 47. إيه. معدل اقتراع. باقي 11 لجنة. ترى الدكتور عبد الرزاق. عبد الرزاق الشايجي. عبد الرزاق. سلمنا عليه. إيه معاي على ال على ال. على الواتساب على الواتساب. اي نعم دكتور ايه. عبد الرزاق الشايجي. اي والله نبي حضر معانا بس اعتذر يقول لي ايه. صايم اليوم ايه. صايم ايه. الله يتقبل منه. اي باقي 11 لجنه من 17 لجنه، وبالتالي الرقم هذا تونه باقي 11 من 17 من 17، وبالتالي تو الرقم. لا لا بس اللي اعتقد اللي ما اغلقت حتى الان 11 ولا في ايه؟ نتائجها شغاله، هي قاعده تدخل في السيستم يعني. صحيح اي اعتقد انها قاعده تدخل في السيستم، ونتوقع نوصل ل 50، نتوقع ان نوصل ال 45 مثل ما تفضلت الى ال 50. صحيح شو يقول لك دكتور عبد الرزاق على كاتب؟ انا شوفني اقول انه لازم نعرف كم لجنه باقي. اي الرقم هذا ما راح يوقف، تشوفه ما يوقف. ما انا شوف التحرك بدا يصير بطيء بس عبد الوهاب. اي بط هذا لانه في سبع لجان وقفوا. اي سبع لجان بالتالي التغيرات لكن يظلون تدري يعني اكثر القضاة اسولف معاهم ساعات يمروني المكتب فيقول انه نشتغل ولكن ني في وسط ال يصير مثلا خطأ فنضطر نعيد، يضطر يعيد الفرز فيوقف. اي يبي النتيجة تصير 100% ما يبي يعني يعطي مجال، فهني تصير التأخير. نعم. فتلقى الرقم يوقف عندك والسبب انه في لجنتين في عندهم إعادة او شيء. زين وصل 900 وصل 41,000. خلنا ناخذ صوت من قناة المجلس. اقتراع الانتخابات التكميلية 2021 للدائرة الانتخابية الخامسة. نذكر بأننا وصلنا إلى الآن إلى 157 لجنة من أصل 156 لجنة، باقي 8 لجان انتخابية فقط، وتصلنا أرقام النتائج الأولية في هذه الانتخابات. المشاركة 26.5%، 26% المشاركة إلى الآن هي أرقام أولية، وننتظر إعلان السادة القضاء. 26.5% نسبة المشاركة في الانتخابات التكميلية للدائرة الانتخابية الخامسة لعام 2021. مشاهدين الكرام الآن نعود للأرقام ونشاهد التحديثات. تحديث 41,241 صوت العبيد محمد المطيري بالمركز الأول، عجمي فلاح المتلقم 1,238 صوت بالمركز الثاني، حماد مناحي الدوسري بالمركز الثالث ب 1,142 صوت، عبد الله عمر العتيبي ما زال بهذا المركز منذ بداية هذا الفرز 368 صوت بالمركز الرابع، وأيضا طلال فهد الدبوس ما زال بالمركز الخامس ب 159 صوت. نلاحظ مشاهدينا الكرام أن الشريط السفلي أغلب اللجان تم الانتهاء
منها اللجان باللون الأحمر تعني أن اللجنة تم الانتهاء من فرزها، واللجان باللون الأخضر ما زال الفرز فيها مستمر، ولكن لا يوجد لجان باللون الأخضر الآن في هذا الشريط السفلي لأنه أصلاً متبقي 8 لجان انتخابية فقط، ونصل إلى فرز جميع اللجان بعد قليل إن شاء الله. شاشة تلفزيون المجلس تواكب الأرقام أولاً بأول وتواكبكم بالنتائج أولاً بأول خلال هذا الفرز الأولي للانتخابات التكميلية لعام 2021 للدائرة الانتخابية الخامسة. الدائرة الانتخابية الخامسة 166,000 ناخب وناخبة و222 هي من أكبر الدوائر الانتخابية على مستوى الكويت. كانت المشاركة في الانتخابات الماضية في ديسمبر 68% في انتخابات 2020، وكانت الدائرة الانتخابية الثانية النسبة الدائرة الانتخابية الثانية التكميلية، لأن الآن نتحدث عن تكميلية، كانت 41%. الآن وصلنا إلى 158 لجنة مشاهدين الكرام، ومتبقي 7 لجان انتخابية فقط، وعندها يكون قد وصلنا أرقام اللجان الانتخابية في الدائرة الانتخابية الخامسة الأكبر على مستوى الكويت. ما زال الفرز مستمر وما زلنا بانتظار النتائج أولا بأول. عبيد محمد المطيري بالمركز الأول ب 41,241 صوت. عجمي فلاح المتلقم بالمركز الثاني ب 1,238 صوت. حماد مناح الدوسري بالمركز الثالث ب 1,142 صوت. عبد الله عمر العتيبي بالمركز الرابع ب 368 صوت. المشاركة 26.7، وصلتنا الآن بعض الأرقام أيضا. 26.7% هي نسبة المشاركة في هذه الانتخابات التكميلية إلى الآن، وننتظر تأكيد هذه الأرقام من السادة القضاة عندما يتم الإعلان بشكل رسمي خلال إن شاء الله الساعات القادمة. ننتظر كما يحدث دائما أيضا في كل انتخابات، تكون هذه الأرقام رسمية عند إعلان السادة القضاء. اللجان المتبقية مشاهدين الكرام: هدية إناث 1، والرقة ذكور 7، ومبارك الكبير إناث 4، والقصور ذكور 3، الفحيحيل ذكور 4، الفحيحيل ذكور 5، وأيضا علي صباح السالم ذكور 5. هذه هي اللجان فقط المتبقية الآن في هذا الفرز المستمر على شاشة تلفزيون المجلس. تم الانتهاء من 158 لجنة من لجان الدائرة الانتخابية الخامسة من أصل 165 لجنة انتخابية. إذن متبقي 7 لجان انتخابية فقط وتصلنا أرقامها. اللجان المتبقية نذكر: اللون الأخضر وهي الآن اللجان المتبقية فقط: هدية إناث 1، الرقة ذكور 7، مبارك الكبير إناث 4، القصور ذكور 3، الفحيحيل ذكور 4، الفحيحيل ذكور 5. مخرجات 5/12 اليوم الشعب أكد لهم الرسالة ثاني مرة، ويا ليت بس يستوعبون. إن شاء الله الثالثة تجي، إذا هم يبوا يجربون الشارع يودونا للشارع ثاني مرة، وحنا واثقين بالشارع. ألف مبروك لكم أنتم، والله يكثر خيركم، بيض الله وجيهكم. الرسالة كانت 5/12 من الشعب، واليوم كررها الشعب ثاني مرة، وجه الرسالة للحكومة. إذا ما تفهم 41 صوت. أعجمي فلاح المتلقم بالمركز الثاني ب 1,238. ديوانية بدر الداهوم، وكان في احتفال فيها طبعا هذا النائب مساعد العارضي يتحدث عن توجيه الرسالة الثانية اليوم كنتيجة انتخابات من مقر بدر الداهوم. أعتقد النتائج الآن وصل الدكتور عبيد 41,241. أبو عبد الوهاب وصلنا كسر حاجز الـ40,000. إيه وصلنا إن 8 لجان اللي باقية، وثمان لجان بس أنا أشوف الرقم واقف. الرقم إيه بدأ خلاص بدأ يوقف. إيه. لأن اللجان بدأت خلاص بدأت تخلص، لأن هذا الفرز اللي هو يسمونه الفرز الإلكتروني. بعد ما يتلقون بعد ما يتم الفرز
بالاسم في لجنة تفرز فرز إلكتروني ما لها علاقة بالفرز الرئيسي. هذا رقم قريب يعني ما يكون 10 ولا 20 الفرق، بس الرقم عالي طبعا. كسر الواحد عالي لما تشوفه ما يوصل، يعني ما يوصل 30%، ما يوصل إلى 25%. نعم. إجمالي لو تجمعه، وأنا أتوقع أن لا يعني فيها 30%، إن 30% أو أقل، أتوقع 30 يعني لازم توصل 30. وهذه نسبة تعتبر متواضعة أو ضعيفة مقارنة بال 166,000، يعني صعب 25%. ماكو إقبال يعني، ما في إقبال كبير يعني، ما شد هذه. خلنا نسمع الصوت بس اليوم، هذا مقر بدر الداهوم. وخمس لجان، اعتقد راح نوصل الى 7 لجان فقط هي المتبقيه، 6 لجان علي صباح السالم، 6 لجان. اذا يبدو ان هناك تحديثات. اذا فعلا تحدث الرقم، هل هناك تحديث؟ لا يوجد تحديث، يبدو ان التحديث في المراكز الثانيه، من المركز الثاني الى المركز الخامس عشر. نعم الأرقام، عبيد محمد المطيري ما زال 42,205 أصوات بالمركز الأول، أعجمي فلاح المتلقم 1,251 صوت بالمركز الثاني، حماد مناح الدوسري بالمركز الثالث ب 1,175 صوت، عبد الله عمر العتيبي بالمركز الرابع ب 373 صوت، طلال فهد الدبوس ما زال بالمركز الخامس ب 181 صوت في هذه الانتخابات التكميلية لعام 2021 عن الدائرة الانتخابية الخامسة. نلاحظ كثير من اللجان تم الانتهاء من فرزها، وتقريبا وصلنا إلى 159 لجنة. إذن متبقي 6 لجان أعتقد الآن، إذن 6 لجان انتخابية متبقية لنصل إلى الرقم الكلي أو اللجان الكلية في الدائرة الانتخابية الخامسة. نشوف إذا في تحديث عندنا على اللجان. مشاهدينا الكرام، نذكر بالانتخابات التكميلية، كانت أول انتخابات تكميلية في الحياة النيابية الكويتية في عام 1964، وأيضا الانتخابات الثانية كانت في عام 1965، انتخابات الثالثة 1966، ثم سنة 67 أيضا كان هناك انتخابات، ثم سنة 1971، ثم 1982، 1992، 1997 كان هناك انتخابات، عام 2000 أيضا كان هناك انتخابات، وعام 2000 انتخابات أخرى بعد وفاة النائب سامي المنيس رحمه الله، عام 2014 أيضا كان هناك انتخابات، وعام 2016 كان هناك انتخابات بعد وفاة نبيل الفضل النائب نبيل الفضل رحمه الله، عام 2019 أيضا كان هناك انتخابات تكميلية، ووصلنا الآن إلى 2021 والانتخابات التكميلية. نسبة المشاركة 27.2% في هذه الانتخابات التكميلية، 27.2% مشاهدين الكرام هي نسبة المشاركة بهذه الانتخابات. متبقي أيضا تحديث، يبدو أنه هناك تحديث على الأرقام، 42,730 صوت لعبيد محمد المطيري بالمركز الأول، عجمي فلاح المتلقم 1,266 صوت، حماد مناح الدوسري 1,192 صوت، عبد الله عمر العتيبي 378 صوت، طلال فهد الدبوس 181 صوت. باقي 5 لجان، إذن متبقي 5 لجان انتخابية إلى الآن من أصل 165 لجنة. إذن وصلنا إلى عدد 160 لجنة تم فرز أصواتها وتم إظهار أرقامها كما تشاهدون على الشاشة مشاهدينا الكرام. استعرضنا معكم قبل قليل الانتخابات التكميلية في تاريخ مجلس الأمة، وكانت أول انتخابات تكميلية. باقي لجنتين الآن، باقي لجنتين فقط، وصلنا إلى الأرقام شبه النهائية، لجنتين الرقة والقصور ذكور. إذن وصلتنا مشاهدين الكرام، وكما عودناكم دائما في شاشة تلفزيون المجلس نواكبكم بالأرقام سريعا أولا بأول، وأيضا ليس بسرعة فقط ولكن مع دقة كبيرة
متطابقة إن شاء الله مع ما يعلنه السادة القضاء. نسبة المشاركة إلى الآن 27.9% في هذه الانتخابات التكميلية للدائرة الانتخابية الخامسة، الدائرة الأكبر على مستوى الكويت، والتي يعني يكون فيها من يحق لهم التصويت 166,222 ناخب وناخبة، ونذكر أنها من أكبر الدوائر، وكذلك نسبة الذكور في هذه الدائرة هي الوحيدة، الدائرة الوحيدة التي يتفوق فيها الذكور على عدد الإناث كعدد مصوتين وناخبين في هذه الدائرة. أول انتخابات تكميلية كانت في الكويت عام 1964. نذكر أيضا مشاهدين الكرام بأن هذه الدائرة، مناطق الدائرة الانتخابية الخامسة، الأحمدي، الصباحية، هدية، الفنطاس، مهبولة، بوحليفة، الفنيطيس، المسيلة، ضاحية صباح السالم، الرقة، الصباحية، الظهر، العقيلة، القرين والعدان. أيضا نذكر بأن إجمالي تسجيل الناخبين في هذه الدائرة منذ عام 2016 إلى عام 2020، طبعا من يصوت الآن في هذه الانتخابات التكميلية هم المقيدون في عام 2020، من قيد خلال الأشهر الماضية لا يحق لهم التصويت. إذن من 2016 إلى 2020 وهي فترة المجلس السابق 49,667 ناخب وناخبة تم تسجيلهم. الآن نذكر بالنسب والأرقام مشاهدين الكرام، 27.9% إذا ننتظر، وهذا الرقم يتغير أيضا وفقا للأرقام التي تأتي أولا بأول، 27.9% نسبة المشاركين إلى الآن وإلى حين الإعلان الرسمي عن هذا الرقم من قبل السادة القضاء. عدد الناخبين الذكور في هذه الدائرة 84,777 ناخب، أما عدد الإناث فهو أقل من الناخبين في هذه الدائرة 81,445 ناخب، الإجمالي 166,222 ناخب وناخبة. نذكر مشاهدينا الكرام بأن الفائز في هذه الانتخابات أو المنافسة في هذه الانتخابات على مقعد واحد فقط، المركز الأول هو من سينال عضوية مجلس الأمة إن شاء الله في حال إعلان السادة القضاء. وصلنا تحديث ويبدو أننا يعني وصلنا إلى جميع اللجان، 43,119 صوت لعبيد محمد المطيري بالمركز الأول في هذه الدائرة، إعجمي فلاح المتلقم 1,273 صوت. سندعو إلى نبذ الطائفية ونبذ القبلية ونبذ كل ما من شأنه يفرقنا. اليوم الخامسة وبكرة الدوائر الخمس كلها، وإخواني النواب الثلاثين بيض الله وجيهكم على حضوركم وعلى مبادئكم وعلى مسيرتكم من أول ما جلستوا في 5 ديسمبر، من أول ما نجحتوا وأنتم محافظون على هذه المبادئ، يجب أن يتربى. مشاهدينا الكرام، يبدو أن هناك لجنتين إلى الآن لم تصل نتائجها، الرقة والكسور إلى الآن لم تصلنا نتائجها وأرقامها إلى هذه اللحظات. الانتخابات التكميلية الأخيرة والتي حدثت في عام 2019 وتحديدا في الدائرة الانتخابية الثانية كانت نسبة المشاركة فيها 41%. أما الانتخابات في الدائرة الانتخابية الخامسة والتي حدثت في شهر ديسمبر الماضي 2020 وهي الانتخابات العامة كانت نسبة المشاركة فيها 68%. أما الانتخابات الحالية فنسبة المشاركة فيها 27.9% إلى الآن وإلى حين إعلان. أبو عبد الوهاب، الحين أنت شايف احتفالات في كل مكان، الرقم أعتقد اقترب لل 45,000، إحنا ما صناديق، باقي صندوقين الحين حسب ما سمعت أو 3 صناديق، الرقم وصل 43,119 حتى الآن،
الأرقام الأخرى لكل المرشحين لم تتجاوز حتى هذه اللحظة سقف 3000. صحيح. فبالتالي إجمالي المشاركة أقل من 30%. إجمالي المشاركة أقل من 30%. أقل من 30%، ما وصلت 30%. مشاركة ضعيفة، تعتبر ضعيفة على مستوى العدد. أي، ولكن الدكتور عبيد حقق رقم ما ممكن تحقيقه في المستقبل ولا في الماضي أحد حققه مثله في تاريخ الحياة السياسية بالكويت. نعم. ونأمل يعني أن تهدى الأمور بعد هذه النتيجة ويفهمون الوضع. إن شاء الله تكون يعني الرسائل واضحة. أي. رقم كبير، وبرغم أن الإقبال كان يعني يعتبر بمقياسك بعبد الوهاب ضعيف الإقبال كإقبال. 30% أي تكميلية 30. ما توصل للعشرينات يعني، لكن صعب. وصل 43 و119. أعتقد حنا الحين طبعا مبارك للدكتور عبيد الوسمي هذه النتيجة اللي ما حد حققها قبله، ولا تعتقد انت حسب كلامك انه راح يتم تحقيقها مرة اخرى ولا بالثالثة؟ ما راح تصير كذي. طبعا الثالثة بالنهاية عدد الناخبين فيها اقل من الدائرة الخامسة، وانت قلت الاقبال اقل. ما ادري اذا في احد مراسلين جاهز يا شباب نقدر نطلع له علشان ابو عبد الوهاب، نبي نسمع المجلس. بس قبل لا نسمع المجلس كلمة أخيرة من أبو عبد الوهاب لأنه يبي يستأذننا. أنا خلاص أوكي عطني المجلس. الله يعطيك. انتظاري أرقامها إلى حين أن تصل هذه الأرقام، وأيضا نجمعها مع الأرقام المتواجدة أمامكم على الشاشة، فيظهر لنا أعداد وأصوات السادة المرشحين في هذه الانتخابات. هذه الانتخابات التكميلية مشاهدينا الكرام تقدم لها 15 مرشحا، من بينهم مرشحة واحدة وهي الوجه النسائي الوحيد في هذه الدائرة. وهذه الدائرة نذكر بأن عدد الناخبين الذكور يتفوق على عدد الناخبات، وهي الدائرة الانتخابية الوحيدة التي تكون بها هذه النسبة، وأيضا هي من أكبر الدوائر الانتخابية على مستوى الكويت من حيث أيضا عدد المناطق، وكذلك من حيث عدد الناخبين والناخبين. أن بقائك ربما يعني يعتبر تعد قواعد الذوق السياسي، فقدت الشرعية وفقدت القبول، فأرجو أن لا تفقد الذوق أيضا. الأمر الآخر، وبقول الأخ برزوق الغان، أنا أتمنى أيضا أن تفيق الكويت غدا على تنحيك الاختياري حتى تمنع الأمة من استمرار سجال أدخلتنا أنت في تحالفك المشبوه مع صباح الخالد في تجنيد الدولة ومؤسساتها لأغراض لا يمكن لشخص. الأوائل في المركز الأول عبيد محمد المطيري 43119 صوت، عجمي فلاح المتلقم بالمركز الثاني 1273 صوت، حماد مناح الدوسري بالمركز الثالث ب 1222 صوت، عبد الله عمر العتيبي بالمركز الرابع ب 384 صوت، طلال فهد الدبوس بالمركز الخامس ب 192 صوت، نهار العتيبي بالمركز السادس ب 72 صوت، حسن عواد العازمي بالمركز السابع ب 34 صوت، الوجه النسائي الوحيد في هذه الانتخابات عنود خالد العنزي بالمركز السابع مكرر ب 34 صوت، حبيب مهدي ابو عباس بالمركز التاسع ب 28 صوت، خالد ابراهيم العمار بالمركز العاشر ب 22 صوت، جاسم محمد دشتي بالمركز الحادي عشر ب 18 صوت، أحمد جابر البلوشي بالمركز الثاني عشر ب 17 صوت، المركز الثالث عشر عادل عباس الشطي ب 13 صوت، بكر بادي الرشيدي بالمركز الرابع عشر ب 9 أصوات، أما المركز الخامس عشر فهو من نصيب سعد محمد المفرح بعدد أصوات 4. مشاهدينا أذكر بأن الشريط السفلي أسفل الشاشة يبين اللجان الانتخابية التي تم الانتهاء منها، وهي كما تظهر على الشاشة تقريبا جميع اللجان باستثناء لجنة الرقة ولجنة القصور كذلك. اللجان تظهر باللون الأحمر، هذا يعني أننا انتهينا من فرز هذه اللجان الانتخابية جميعها تقريبا باستثناء لجنتين
وبانتظار أيضا وصول أرقام هاتين اللجنتين، وأيضا ننتظر وصول الأرقام وإعلان السادة القضاة للنتائج النهائية والرسمية لهذه الانتخابات التكميلية 14 في تاريخ الحياة النيابية الكويتية وفي تاريخ مجلس الأمة. منذ إغلاق أبواب الاقتراع إلى الآن مضى 2:13 أو 16 دقيقة. إذن نحن ننتظر إعلان النتائج الرسمية، وننتظر قبل ذلك وصول أرقام الصناديق المتبقية، وهي لجنة هدية أو لجنة عفوا الرقة ولجنة القصور. وأيضا أذكر معكم مشاهدين الكرام في الانتخابات أو أرقام الانتخابات التكميلية الماضية في عام 2019، كانت الدائرة الثانية كان بها انتخابات تكميلية، وكانت نسبة المشاركة 41%. الانتخابات الماضية للدائرة الخامسة كانت نسبة المشاركة 68%. أما هذه الانتخابات التكميلية فإن نسبة المشاركة على هذه الأرقام 27.9%. إذن مشاهدين الكرام، أذكر مرة أخرى بأن عدد الناخبين والناخبات في هذه الدائرة 166,222 ناخب وناخبة، منهم 84,777 من الناخبين الذكور و 81,445 من الناخبات الإناث. التسجيل منذ عام 2016 إلى 2020 بلغ 49,667 ناخبا وناخبة. المناطق، وكما تظهر معكم أسفل الشاشة أذكر بها مرة أخرى، هذه الدائرة بها مناطق الأحمد، وهي أكبر الدوائر الانتخابية من حيث عدد الناخبين والناخبات: الأحمدي، الصباحية، هدية، الفنطاس، المهبولة، وحليفة، الفنيطيس، المسيلة، ضاحية صباح السالم، الرقة، الصباحية، الظهر، العقيلة، القرين، العدان. إذن مشاهدينا الكرام، أذكر أبو عبد الوهاب، الحين احنا جمعنا الأرقام كلها وصلت مثل ما تفضلت قبل شوي أبو عبد الوهاب 7، قلنا كم الرقم؟ 28%. 28% هذا الحضور. الحضور 28% اليوم وفق الأرقام المعلنة بالنسبة لنا. لو جمعنا كل الأرقام هذه وضيف عليهم الأوراق 500 مثلا، تزيد عليهم 500 لأن باقي صندوق، يعني بس هذا اللي يعني الاقبال انت تشوفه ضعيف. ضعيف الاقبال، ضعيف اليوم. ضعيف ضعيف. ممكن عبيد يوصل الى 60,000 صوت لو كان واصلين الى 32%، 33% من الحضور كان ممكن يوصل اعلى. لكن الحضور اجمالا يعتبر ضعيف قليل. صحيح. ليش ابو عبد الوهاب الناس ما تجاوبت يعني؟ لا ما يعني، اول شيء العوازم في تاثير من جامع مقاطعين قال ايه ما يحضر. طبعا في جزء منهم راح يصوتوا، لكن في الغالب لا ما صوتوا، اتوقع كذي. والباقي ما لهم يعني، اللي نازلين ما لهم مصلحه يعني، في يعني ما سووا لا فرعي على العجمان ولا، فهذا اللي موجودين يعني. وبعدين الوضع كله وضع متوتر، فالكل قاعد يقط على عبيد. ايه الكل قاعد يقط على، والاقبال ضعيف يعني، اجمالا الاقبال كان ضعيف جدا. ابو عبد الوهاب، احنا يعني باقي صندوق وقاعد نتابع يعني اليوم هي انتخابات شهدت الآن كلمات حماسية في مقر بدر الداهوم، وأيضا مقر عبيد الوسمي انتقل إلى بدر الداهوم، قاعد يتلقى التهاني هناك. صحيح. وفي نواب قاعد يتكلمون، طبعا هم بيوصلوا الرسالة. صحيح. مفادها أن الكل أجمع على الدكتور عبيد الوسمي، وأنه هو بديل بدر الداهوم، وأنه لابد من تغيير مسار في الفترة المقبلة. عنده ربع دائرة، وعنده جاي من ربع دائرة. إذا الأرقام الباجة ما نقدر نذكرها، ولكن تكاد تذكر يعني. تكلم عن 1,700 و200 و100 يعني أرقام. وقفوا يعني، أنا أشوفه صار لهم الحين ربع ساعة واقفين الرقم. خلاص هو الرقم، أعتقد أن الرقم هذا ختم. أبو عبد الوهاب، نبي كلمة في ختام هذا. والله مشكورين على التغطية المميزة. وأنت شكرا لك. وأنت هوي طلال يعني، أنت شخصيتك
ارتاح لها، يعني ساعات اقعد مع مذيعين شويه اتحملهم، لكن انت قعدتي معاك هذه شويه ارتاح لك. الله يحفظك طريقتك في الحكي ويسام على صدري طال عمرك. الله يسلمك. والله ويسام على صدري. وانا بالخدمه اللي تامرون فيها انا حاضر. عاد احنا باقي لنا دقائق ونختم الانتخابات مع بعض، لكن ان شاء الله مشكله الربع مو مخلي. حياك الله ابو عبد الوهاب. الله انا شاكر لك على هذا الحضور، ساعه مباركه، ويعني افدتنا في كميه المعلومات والاستطلاع اللي انت حطيته واعلنت عنه قبل الفرز، وافق النتائج بنسبه انا اقول لك 99%. شكرا لك من القلب عبد الوهاب انك خصيتنا في هذا اللقاء. عزيز وغالي الله يوفقكم ان شاء الله. الله يحفظك، الله يحفظك، حياك الله. ننتقل الان اعزائي المشاهدين الى النتائج عبر تلفزيون المجلس. 30 صوت بالمركز الثالث، عبد الله عمر العتيبي بالمركز الرابع ب 393 صوت، طلال فهد الدبوس بالمركز الخامس ب 193 صوت. نلاحظ الشريط السفلي مشاهدينا الكرام، صباح السالم فيها عدد اللجان الإناث 12 لجنة، نسبة المشاركة إلى الآن 28.1% هي نسبة المشاركة في هذه الانتخابات إلى الآن. إذن مشاهدينا الكرام نذكر بأن نسبة المشاركة في الانتخابات التكميلية الأخيرة للدائرة الانتخابية الثانية بلغت 41%، والمشاركة بالانتخابات العامة في الدائرة الانتخابية الخامسة تحديدا كانت المشاركة 68%. أما هذه الانتخابات فما زال الرقم عند 28.1%، وإلى حين إعلان السادة القضاء عن هذه الأرقام إن شاء الله بشكل رسمي. متبقي لجنة واحدة فقط في القصور، وصلتنا القصور باقي الرقة أعتقد، أو وصلتنا الرقة وباقي القصور. نلاحظ الصباحية مشاهدين الكرام عدد اللجان فيها أيضا كبير، لأن الصباحية هي أكبر منطقة في الدائرة الخامسة من حيث عدد الناخبين والناخبات في هذه الدائرة، 11 لجنة ذكور أو 12 ربما أكثر، أيضا نشوف عدد اللجان، نعم 12 لجنة ذكور في الصباحية كما أخبرنا قبل قليل، لأنها أكبر المناطق من حيث عدد الناخبين والناخبات في هذه الدائرة. وكذلك عدد اللجان الإناث أعتقد أنه مشابه لهذا الرقم. ونذكر بأن هذه الانتخابات التكميلية لعام 2021 للدائرة الانتخابية الخامسة هي الانتخابات 14 في تاريخ الحياة النيابية الكويتية، والفائز في هذه الانتخابات، المنافسة في هذه الانتخابات على مقعد واحد، ومن يحصل على المركز الأول سيكون نائبا في مجلس الأمة إن شاء الله إلى حين إعلان السادة القضاة عن النتائج الرسمية. وصلتنا كل اللجان الانتخابية، وصلتنا أرقامها، لم يتبقى إلا لجنة واحدة أعتقد الرقة أو القصور. لجنة إلى الآن لم تصلنا، وعندما تصل هذه اللجنة الرقة، متبقي لجنة الرقة إن شاء الله، وعندما تصل أرقام هذه اللجنة نكون قد وصلنا إلى جميع اللجان الانتخابية، ووصلتنا أرقام جميع اللجان الانتخابية. مشاهدين الكرام مستمرون معكم بهذا البث الحي والمباشر للانتخابات التكميلية عن الدائرة الانتخابية الخامسة، هذه الدائرة التي يصوت بها 166,222 ناخب وناخبة، إلى الآن أدلى بأصواتهم حسب الأرقام الظاهرة لدينا وحسب المعلومات والأرقام الأولية 27.1%، إلى الآن في هذه الانتخابات. كانت الدائرة الانتخابية الخامسة في عام 2020 وتحديدا في شهر ديسمبر بالانتخابات العامة كانت نسبة المشاركة 68%، والانتخابات التكميلية للدائرة الانتخابية الثانية في عام 2019 كانت نسبة المشاركة 41%. الآن نسبة المشاركة ما زلنا عند 28.1%. إذا مشاهدينا الكرام ما زلنا بانتظار الصندوق أو اللجنة
الأخيرة في هذه الدائرة، وأيضا ننتظر إعلان السادة القضاء عن النتيجة الرسمية. هذه الدائرة أكبر عدد ناخبي وناخبات، ونذكر بالرقم مرة أخرى 166,222 ناخب وناخبة، وهذه الدائرة تتميز على غرار أنها أكبر الدوائر من حيث عدد الناخبين والناخبان والناخبات، تتميز بأن عدد الناخبين الذكور يتفوق على عدد الناخبات الإناث، وهي الدائرة الوحيدة التي تتميز بهذا الأمر. وهذه الانتخابات التكميلية، الحاصل على المركز الأول والفائز هو من سينال عضوية مجلس الأمة، المنافسة على مقعد واحد. إذن هذه الانتخابات التكميلية هي الانتخابات 14 في تاريخ الحياة النيابية الكويتية، وكذلك مشاهدين الكرام هذه الانتخابات تأتي استنادا إلى المادة 84 من الدستور، بأنه في حال إعلان خلو أحد مقاعد نواب مجلس الأمة يتم الانتخاب بعد شهرين من إعلان المجلس هذا الخلو. مشاهدين الكرام تصلنا الآن، يعني يبدو أن هناك تجهيز ربما يكون لإعلان النتيجة الرسمية، ما زلنا ننتظر السادة القضاء إلى حين أن يعلنون عن النتائج الرسمية. ونذكر بأن تلفزيون المجلس كان دائما مواكبا للأرقام أولا بأول، ويتميز أيضا ولله الحمد بالسرعة في إظهار الأرقام والنتائج أولا بأول، وكذلك السرعة مقرونة بالدقة، وأن تكون الأرقام متطابقة مع ما يعلنه السادة القضاء، وهذا ما يعنينا أيضا في هذه الانتخابات وفي كل انتخابات برلمانية نغطيها وأيضا نواكبها أولا بأول. شاشة تلفزيون المجلس كانت معكم مشاهدين الكرام منذ ساعات الصباح الباكر، وتحديدا عند الساعة 8 صباحا مع فتح أبواب الاقتراع، وما زلنا مستمرون كعادتنا ومع كل انتخابات نستمر معكم بهذه التغطية إلى حين إعلان السادة القضاء عن النتائج الرسمية. مشاهدين الكرام نحن مستمرون معكم، ونذكر بالأرقام مرة أخرى، الأرقام الظاهرة أمامكم على الشاشة. عبيد محمد المطيري بالمركز الأول ب 43,436 صوت، أعجمي فلاح المتلقم بالمركز الثاني ب 1,288 صوت، أيضا حماد مناح الدوسري بالمركز. أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين من جديد. الآن تقريبا انتهت اللجان من الفرز وظهرت النتائج الشبه رسمية بحصول الدكتور عبيد الوسمي على 43,000 صوت و436. هذا الرقم يشكل ضعف الرقم تقريبا اللي حصل عليه في انتخابات 2012 في الدائرة الرابعة لما حصل تقريبا على 22,000 صوت. هذا أمر. الأمر الآخر، نسبة التصويت 28% في الدائرة، نتكلم عن ربع الدائرة، ربع الدائرة صوتت في هذه الانتخابات. الرقم الإقبال طبعا هو إقبال ضعيف لا شك مقارنة بالانتخابات التكميلية في أي دائرة أخرى، هناك دوائر وصلت 35 وهناك دوائر وصلت 40. اليوم نقول للدكتور عبيد الوسمي ألف مبروك حصولك على عضوية مجلس الأمة، كنت فعلا ضيف على الدائرة الخامسة وحصلت على رقم تاريخي وكبير في تاريخ الحياة السياسية والانتخابية. أعزائي المشاهدين كنا معاكم طوال ساعات اليوم منذ بداية هذه الانتخابات، نشكر جميع الزملاء المذيعين الأخبار والمراسلين والمخرجين وأيضا المصورين في هذه خلال تغطية هذه الساعات، وإلى أن نلقاكم بإذن الله في تغطيات مقبلة. هذا طلال الكشتي يستودعكم في أمان الله.